تمام مفيش مشكلة، اتفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن كنا جميعا اليوم في هذا اللقاء رقم 11 من الجزء الثاني من سلسلة المحاضرات واللقاءات بعنوان رود ماب تو بي انترناشونال بروجكت مانجر. احنا عدى علينا موضوعات كتير، وان شاء الله يعني ايه يعني مع بعض بنحاول ان احنا باذن الله تعالى نوصل مع نفسنا الوصول ان يعني ايه ان احنا ننطلب مش نطلب، يعني نطلب للشغل ما نطلبش الشغل يعني. وموضوع مش صعب، ويعني اي حد اهتم من اول ما اشتغلنا مع بعض لغايه دلوقتي يقعد يعمل نفسه اسسني كده وان شاء الله هيلاقي فرق كده. موضوع النهارده الحقيقه موضوع سهل جدا، سهل جدا وجميل يعني. والحقيقه انا قصدت ان انا اجيبه كده ليه؟ عشان احنا داخلين على موضوعات يعني ايه كبيره، يعني تقيله شويه. ان شاء الله بنرتب نقفل الكواليتي بقى ان انا اعمل شويه ابلكيشن يعني نبين الكواليتي كواليتي مانوال والكواليتي بلان والكلام ده كله، نجيب حاجات من واقع الطبيعه ومن واقع التنفيذ ومن واقع المشروعات الكبيره يعني. ففي النص كده نجيب حاجات كده يعني ايه خفيفه شويه وجميله. موضوع النهارده عباره عن موضوع construction health and safety induction. اي مشروع المفروض فيه زي ما في كواليتي، في كواليتي بلان، كواليتي مانوال، كواليتي بلان، في سيفتي مانوال، سيفتي بلان. زي ما بيتقدم سيفتي فيرست. يعني ايه سيفتي فيرست؟ يعني قبل ما نعمل اي شغل اهم حاجه السيفتي. ليه بقى اهم حاجه السيفتي؟ لان السيفتي دي اقل مشكله فيه او اقل تشر حادثه فيه او اقل ديفيشن عن الاصول فيه او اي موضوع فيها بيسبب خسائر جسيمه جدا 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 جدا. طبعا خسائر الارواح دي اخطر حاجه واغلى حاجه، والخسائر الماديه بالاضافه للخسائر اللي هي الايه المعنويه وخسائر السمعه والى اخره. الحقيقه ناس كتير ما بتهتمش بموضوع الكونستراكشن هيلث اند سيفتي. احنا دلوقتي موجودين مع بعض 16 واحد، عاوز اسال سؤال دلوقتي. السيفتي اندكشن ده اي مشروع بتدخله لازم تعمل سيفتي اندكشن من اول واحد، من اكبر واحد، من رئيس مجلس اداره الشركه لغايه العمال العاديين. في حاجات كتير جدا في السيفتي وكده هتبان بعد كده ان شاء الله لما يبقى نشوف ربنا اعطانا عمر وعملنا سيفتي بلان او سيفتي مانيوال. بس ده عباره عن عرض بيتعمل اول ما بتدخل اي مشروع. اي حد او اي جروب بيدخل المشروع في اوله بيحصل انه في ايه؟ بيتعمل سيفت اندكشن. في حد قبله هذا الكلام؟ يعني انا عايز اسال سؤال لزملائنا وابنائنا وردوا بقى برفع ايد. نشوف الباشمهندس محمود يعني يحب يشوف الكلام ده ازاي. انا عايز اعرف هل في حد مر عليه ان هو داخل مشروع اتعمل له سيفتي اندكشن؟ سيفتي اندكشن ده عباره عن عرض بسيط جدا 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 للحد الادنى من السيفتي اللي تؤهله انه ينضم للمشروع. وفي اخر اللقاء ده بياخد لوجو كده صغير بيلزقه على ايه؟ على الهلمت بتاعه ان هو ايه حصل اخر السيفت اندكشن، وبياخد شهاده كده موقعه ان هو ايه حضر السيفت اندكشن. عايز اعرف كم واحد في الموجودين حصل
وشاف سيفت اندكشن في المشروع. هل ممكن يا باشمهندس محمود؟ برفع الايد او باشمهندس محمود معتز ريزد هاند. ممتاز. طيب مين تاني؟ مين تاني يعني يرفع هاند يعمل علامة؟ عايز يرد ما فيش مشكلة، بس انا عايز اعرف هل يعني في فكرة عن الكلام ده او حصل مع حد او الى اخره، او في الشات يقول يعني. طيب اتس اوكي معلش، هو يعني للاسف احنا مش واخدين السيفتي بشكل جدي، بس انا عايز احضركم على حاجه. في السيفتي مهمه جدا 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 علشان سمعتك كشركه وسمعه اي شركه من ناحيه. من ناحيه ثانيه بيرسونالي دي بقى وجهه نظر خاصه، واثرتها في مؤتمرات كتير كانت بتاعت سيفتي، وكان اجانب يعني انا فاكر مؤتمر كان فيه مهندس فرنساوي قابلته، فقلت له ان السيفتي بتعلي البرودكشن بتاعت الناس في السايت. بص لي كده، وانا هو كان متخصص في السيفتي قوي يعني مش باصص لاي حاجه تانية. قلت له طبعا، لان انا لما بيبقى العامل سيف في الموقع ماشي مرتاح ومفيش حاجه هتخبطه من ورا ولا حاجه هتجيله على جنبه ولا وماشي سيف وماشي 100%، هتلاقيه بيتحرك لوحده حركه ايه؟ سيف وماشي حركه سريعه، حركه كويسه، خطوه سريعه يعني مش بيجري بس ماشي بثقه يعني، مش بتخبص يمين وشمال او خايف من اي حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب واحد بي 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 بيعمل بياض على وجهه، طيب لو هو عامل حاطط السيفتي هارنس وسيف وواقف كويس، واقف على 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 سكافولدين كويس، واقف بيشتغل كويس وسيف، اللي بيحصل ايه؟ ان هو انت هو هيعلى، انما لو هو واقف خايف بقى وعمال بيتحرك يمين وشمال بيعمل كده، البرودكشن بتاعه هينزل يمكن للنص. فالسيفتي ليست مصاريف في الموقع، دي استثمار في الموقع. وكل حاجه بقى بهذا القياس. طيب الاجنده بتاعتنا بتاعت النهارده الاندكشن بروجرام ايه؟ هي شيء شكلها كبير لكن هي كلها نقاط، ونقاط بسيطه جدا جدا جدا، ودي مش كل الكلام بتاع السيفتي ده، دي الحد الادنى اللي لازم اي حد يعرفه هو داخل اي موقع بناء. اول حاجه احنا بيتكلم على السيفتي تيم، اللي هم السيفتي تيم اللي هم ايه؟ اللي هم الناس اللي حاضرين، اللي هم مسؤولين عن التيم في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ المسؤولين عن السيفتي. طيب بعدين السايت رولز اللي هي الايه؟ الرولز بتاعت السايت، اللي هي الرولز بتاعت الموقع، اللي هي الرولز اللي هي القواعد يعني بتاعت الموقع. الامرجنسي نمبر، المفروض ان في رقم امرجنسي، رقم طوارئ بيبقى مع السيفتي مانجر، وده شغال 7 ايام في ال 24 ساعه يعني، ده ما بيقفلش، يصحى من اي حاجه، انما الامرجنسي نمبر ده موجود، المفروض ان كل الناس عارفينه، لان الموقع او الناس اللي بتشتغل في الموقع هو ده يعني ايه التوب اوف سيستم بتاع السيفتي. طيب الامرجنسي بروسيجرز، هيبقى في اي امرجنسي بروسيجر، حصل حريق، حصل اي حادث، حصل اي حاجه، ايه الامرجنسي، ايه الطوارئ، قصه خطه الطوارئ او اجراءات الطوارئ حصل اي حادث او اي حاجه، هنتكلم على كمان. بعدين الهاوس كيبنج، لان نظافه الموقع بالكامل ومن اهم الامور ومن اهم الحاجات هتبلغنا فيها. يعني كل النقط نقاط مهمه الحقيقه، بسيطه بس مهمه جدا يعني. طيب بعد كده في ايه؟ فيرست ايد، اللي هي الايه؟ التبريد الابتدائي، اللي هو اسمه ايه؟ اللي هي فيرست ايد، اللي هو ايه؟ اللي هو الـ يعني اقل يعني تعويره حصلت، يعني فيرست ايد يعني اللي هي الـ يعني فيرست ايد، فيرست ايد معلش، فيرست ايد اللي هي يعني العلاج المبدئي يعني واحد اتعور، واحد عايز اي حاجه، بحيث ان هو يعني مثلا لو هو حاجه بسيطه، شويه ميكروكروم، شويه حاجه تتربط وعادي،
يحتاج ان هو عايز يخرج، عايز يعمل يتعمل له فيرست ايد برضه، وتعمل له اللازم عشان يطلع سيف ويروح يتعالج في المستشفى او يرجع. بعدين السايت والفير اللي هي الخدمات اللي في الموقع، دي مهمه جدا. يعني الموقع المفروض يكون فيه ميه ساقعه، يكون فيه حاجات معينه هتبان لنا طبعا، خصوصا زي الايام اللي هي الحر اللي احنا عايشين فيها دي، ده بيبقى فيه يعني في كل حته اللي هي الترموس الكبير ده، الميه الساقعه اللي هو لازم يبقى موجود في الموقع. يعني ما ينفعش موقع بكوبايات كرتون طبعا ديسبوزبل على طول. السايت ساينج دي العلامات اللي في الموقع اللي بتوجه السيارات، بتوجه الناس، بتوجه اي حاجه يعني اتجاهات يعني في الموقع هنتكلم عليها. الترافيك مانجمنت، الترافيك مانجمنت ده احنا اتكلمنا على الحاجات دي لو تفتكروا لما اتكلمنا على تصميم موقع عام للمشروع، كنا بنتكلم فيه على الكلام ده والترافيك مانجمنت، وفي سرعه قصوى في المواقع البناء لا تزيد عن 30 كيلو على رايه فوق، تقل كمان عن كده لما يبقى الموقع زحام وفي ناس وفي وهكذا. الاكسيدنتس اللي هي الحوادث، وبعدين البيرمت تور اللي هي التصريح بالعمل. يعني في مشروعات او في مشروع في مشروعات البيرمت تور ده نمره واحد. لو انت بتشتغل مع شركه بترول في 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 مثلا في بلانت شغال او الى اخره، او في بلانت حتى عادي، البيرمت ورك ده قبل ما تاخد التصريح، قبل ما تقدم البيرمت، قبل ما تقدم البيرمت للمهندس موقع عليه المهندس عشان يشتغل، لا بياخد بيرمت ورك الاول من الـ من الـ من الـ من اداره الامن والسلامه، من هيلث اند سيفتي اوفيسر او من سيفتي اوفيسر، ان المكان ده امن وايه ومؤمن ان الواحد يشتغل فيه ما حصلش فيه مشكله. ده في عاده في مشروعات، في مشروعات كبيره لابد من اولها لاخرها. يعني مشروعات البترول اشتغلتها كلها فهمت كده، احنا خدنا فيه دوره كامله في قطر في راس كفان. انما في البيرمت ورك عاده في المشروعات العاديه بيبقى عنده شغل هينتج عنه الهازارد اكبر او الريسك اللي بيحصل حاجه اكبر، حتى هتنزل في 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 في, في, في حفره كبيره، هتعمل اعمال بيسموها هوت ورك بيرمت وهكذا. بعدين ايه الاكسكافيشن، الاكسكافيشن برضه دي لها حدود، يعني لغايه متر مثلا متر و20 حاجه، نزلت اكتر من كده حاجه ثانيه، عملت اعمق حاجه ثالثه وهكذا، يعني تعمل انفاق حاجه رابعه. يعني الكيس بتاعت الاكسكافيشن مش مجرد الاكسكافيشن اللي هو واحد بيشتغل بايده كده، او شغل حتى بحفار عادي عشان يعمل ترانش ولا حاجه، لا عمل الحفره دي لها يعني ايه، لها موضوع كبير مش سهل، ولانها خطر جدا يعني. طيب هندخل بعد كده على ايه، على بلانت اند اكويبمنت. البلانت اللي هو اللي هي الموقع كله، ما هو حاجات في الموقع، خلاطة خرسانة، محطة خلط، أي حاجة، أي بلانت في الموقع، ورشة حاجة، أي بلانت. الإكويبمنت دي اللي هي الإيه، المعدات، سيارات بقى، لوادر، تلاركات، أي حاجة. طيب النقطة اللي بعد كده، الحاجات دي كل واحدة من دول سلايد بتاع، مش خلي بالكوا عشان ما إيه، ما تفتكروش إن الموضوع طويل، الموضوع يعني من اخف واجمل البرزنتيشنز. يعني الوركينج ات هايت، الوركينج ات هايت دي ناس تسمع وركينج ات هايت تقول ده انا لما بعمل مثلا التاور، انا لما اعمل عماره 5 ادوار 10 ادوار، لا وركينج ات هايت يعني ان انت بتشتغل فوق وش الارض، بعيد عن وش الارض، انت رجليك مش على الارض، 2 3 متر زي 300 متر طبعا، مش في اجراءات السيفتي بس التاثير بتاعها، يعني ممكن الواحد يقع من 2 3 متر ويموت. يعني الفكره ان هايت يعني ان انت رجليك بتشتغل ورجليك مش ثابته على الارض. السكافولدنج اللي هي الايه، الشدات، السكافولدنج اللي هي السقالات اللي هي الخارجيه بتاعت البياض او بتاعت الشغل او بتاعت المباني او بتاعت حاجه. الالكتريكال اكويبمنت
اللي هي المعدات الكهربائيه، التعامل معها، الفاير بريفنشن اللي هي الاحتياطات ضد الفاير، يعني بنعمل احتياطات عشان ايه؟ عشان ما يحصلش الفاير. وبعدين بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت اللي يخسرها الايه؟ بي بي اي. البي بي اي دي اللي هي ايه؟ اللبس اللي الانسان العادي بيلبسه، مثلا الخوذه، يعني حاجات اساسيه يعني الخوذه، الشوز، السيفتي شوز، الشوز طبعا كل دي لها مواصفات، مش حاجه كده والسلام. يعني الخوذه لها مواصفات معينه ولها لايف تايم، يعني خوذه بعد ما حتى لو ما استخدمتش وعدى عليها مثلا مده معينه بيبقى مكتوب عليها، انا بتكلم على الخوذه يعني الرسم مكتوب عليها نعم لها عمر افتراضي، ما شرط بعديها مش مظبوطه. السيفتي شوز مش شوز جامده كده خلاص، لا دي لها فرش حديد تحت جوه النعل بتاعها، ولها بوز حديد قدام. وفي طبعا بتبتدي من حاجات صغيره زي العادي كده، توصل لانها تبقى بوت، توصل انها تبقى ايه لغايه فوق خالص يعني. بقيه البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت برضه في نظارات السيفتي دي هامه جدا. في الجلافز بقى، في حاجات كثيره جدا مش هتطرق لكل البي بي اي، في حاجات كثيره جدا لو انت بتشتغل في حته محتاجه نفس، بتشتغل في مصنع غاز، في مصنع اسمه ايه ده اللي هي الاسمده، الحاجات دي كلها الخير بتبقى محتاجه يعني ايه ان انت تصعب على النفس بتاعك، ساعات بتحتاج ان انت تبقى شايل اسطوانه نفس وانت داخل وهكذا. يعني الموضوع بيعتمد على نوعيه المشروع وبيعتمد على ايه؟ على السيفتي بلان بتاع المشروع ده يعني كده، والريسكس اللي جايه منه. طيب بعد كده عندنا الاكويبمنت اللي بقى المعدات، في لها هنتكلم عليها شويه مش كتير يعني. الفول ارست اللي هو ايه؟ ازاي يعني اوقف عمليه الوقوع في منتهى الاهميه، يعني مش يلا نطلع مثلا الدور كم مثلا على الوجهات وخلاص كده، لا لا ده في سيستم طويل عريض، السكافولدنج ده بيتعمل له تشيكينج وبيتعمل له تاجز وبيتعمل له حاجات كتيره جدا هنتكلم عليها بقى. يعني ان الوقوع ده او السقوط ده عمليه يعني ثلاث ارباع، اكثر من ثلاث ارباع الفتر كيسز اللي هي حدث الموت يعني من الفتر من الفول من الوقوع. طيب بعد كده ليبتوسبايروزيس دي اللي هي الايه؟ الحيوانات الصغيره والحشرات زي الفيران زي الصراصير زي الحاجات اللي هي ايه؟ اللي بتتولد في اي مكان ما فيهوش نظافه او في بواقي اكل او في حاجات ريزيدوالز، بتلم الحيوانات او بتلم الحشرات او بتلم الحوام الصغيره دي، ده بيسبب امراض خطيره جدا برضه هنتكلم عليها. طيب الاند اوف اندكشن وايه؟ والاني كويشنز والثانك يو في الاخر. طيب دول اللي هم الايه؟ الاندكشن بروجرام اللي هو ال 21 نقطه اللي هم ايه؟ الاساسيين، وده الحد الادنى لانك قبل ما تدخل موقع لازم تكون عارف، لازم ما فيهوش كلام، ده حد ادنى. وده ما هوش مش بقول ملزم، لا ده ما هوش بديل للسيفتي اندكشن بتاع، لو انت في شركه عامله سيفتي اندكشن مع يعني واخده 45000، زمان كان اسمه 18000 دلوقتي بقت 45000 الايزو 45000، شركه عامله ايزو هيبقى فيها الاندكشن بتاعها، هيبقى معتمد على قواعد معينه وصفه معينه واساس معين بالنسبه للشركه وبالنسبه لطبيعه المشروع. طيب الانترودكشن اول حاجه بيقول لهم ايه؟ بليز تيرن اوف الموبايل فون. على فكره المفروض الكلام ده بتاخده ايه؟ في السايت. اوه احنا سايت كي اس ايه يعني من السعوديه، معلش يعني دي انا اخر مره يجي عم في السعوديه ولا حاجه.
induction complies with the KSA safety legislation. ان الاندكشن ده العرض اللي احنا هنعمله ده والبيان اللي احنا بنعمله ده بيتطابق مع ايه؟ مع قواعد القانونيه للسيفتي في المملكه العربيه السعوديه. مش فيها بس كومبلايز مع اي حته ثانيه، لان هي دي حاجات عامه ومن مش من المحيط الى الخليج، لا في الكره الارضيه من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. This is a project-wide induction for all contractors and does not replace your company-specific safety induction. دي اللي انا كنت بقول دلوقتي. ان ده project induction. يعني اي project المفروض ما حدش بيدخل الموقع، لا مدير مشروع بقى ولا بقول رئيس الشركه، هيدخل موقع ويدخل في مشروع الا لما يكون ايه؟ واخد سيفتي اندكشن ده، واخد لوجو بيتلزق على الايه؟ على الهلمت بتاعه ان هو ايه؟ حاضر هذا الكلام. بالمناسبه برضه عايز اقول لكم حاجه، ان شاء الله باذن الله لو في نصيب واتكلمنا على سيفتي مانجمنت، السيفتي مانجمنت بيبقى مرافق للمشروع في المكاتب، في السايت، في المواصلات، في كل حاجه لها ظروف. يعني انت عندك لو انت في المكاتب لها سيفتي، في السيفتي اندكشن طبعا احنا مش حاطينه هنا، لكن ده له سيفتي خاص بيه. يعني المكتب الكهرباء بتاعته متوصله ازاي؟ مثلا انت بشغال مثلا فتحت الدرج بتاعك لازم تقفله، لما قفلتوش معرض انت تيجي تقف تروح واقع. عندك مثلا بتعمل حاجه على كهرباء، بالكتير قوي معاك كتل، انما ما يبقاش معاك ايه سخان او حاجه تولع لك الدنيا. لازم يبقى في كل مكان في ايه؟ في اللي هي الفاير اكستنجوشر اللي هو طفايه الحريق موجود عندك ومناسبه لايه؟ لشغل المكاتب وهكذا. يعني المكاتب لا، وانت ماشي من سليبنج لو في حد بال الحاجه او بنظف حاجه او عارف في اتجاهات. فكل الحاجات دي من اول اخرها ان السيفتي ما هياش مش اون سايت بس، اون سايت وفي مكتب السايت وفي مكتب الشركه. يعني اللي بيعمل ال 45,000 هيلاقي الكلام ده كله موجود. بس انا حابب برضه ان انا اقول لكم هذا الكلام عشان تبقى عارف. احنا تجهزنا كلنا ان احنا نبقى ايه؟ انترناشونال بروجكت مانجر. طيب الكلام ده كله موجود في الدنيا بحالها، خلي بالك ده مش مصر بس ولا السعوديه ولا الخليج ولا جنوب ولا قلنا كومبلايز وذ كي اس اي سيفتي ليجستيشن. لو بنعمل ده في مصر اقول تو ايجيبت سيفتي ليجستيشن، لو هو بنعمله في تركيا برضه نفس طبعا، لان كل الحاجات اللي فيه حاجات اساسيه ومبدئيه وايه؟ ولا يستغنى عنها كلياتها. السيفتي تيم بقى طبعا ده يعني حاجه جامده. يعني مثلا مشروع زي مثلا ابراج تعمير مثلا في مصر ده كان فيه سيفتي تيم كبير جدا. يعني بيبقى فيه سيفتي مانجر، بيبقى فيه اسيستنت سيفتي مانجر مثلا، وبعدين في بقى سيفتي اوفيسرز، وبعدين في وهكذا بيتقسموا بقى تبع اي حد من المشروع وتبع البريك داون بتاعه وتبع الكلام ده كله. دي يعني كل مشروع هيبقى له ايه؟ التيم بتاعه. في مشروعات ما فيهاش غير واحد مثلا او اثنين مثلا، انما السيفتي تيم ده. وبعدين برضو انا عايز اقول لكم على حاجه برضو عشان برضو في الصوره، خلي بالنا مش اي حد اهو اشتغل شويه في الست خلاص في شهادات قويه جدا اوشا بقى وخلافه. اذكر في مره مرات كنت مدير المشروع وجيت ان 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 مطلوب سيفتي لا ما كنتش مش مشروع عندي، ده كان مشروع كنا بنعمل في شركات بترول هنا في اسكندريه، وكانت شركه عايزه سيفتي مانجر وعارضين سالري اكبر من البروجكت مانجر بكثير من المانجر بتاعهم، وعارضين فلوس يعني ازاي. فكانت ايه النقطه ايام احنا اللي احنا كنا يعني نقول يعني طب ما احنا نشتغل سيفتي مانجر وخلاص يعني كده، كانت يعني بنعتبرها هزار. لكن السيفتي المانجر اللي هو القوي متمكن اللي دارس ومشتغل واخد شهادات، وقصه الشهادات مش قصه شهادات وورق بس، لا ودارس ومطبق وعارف يعني ايه يتصرف في المشروع، لان هو عليه مسؤوليه كبيره جدا. يعني اللي بيعمل بيرمت اللي هو البيرمت وورك ده اللي هو السيفتي اوفيسر او السيفتي مانجر، لو كان درجه سيفتي مانجر،
سيفتي قوي جدا جدا جدا، ويقدر يقول لرئيس مجلس الإدارة بعد إذن حضرتك ما تقدرش تدخل، أو يكون بقى يعني هو عامل اللي لازم. طبعا وعادة بيبقى فيه كده، إن عند أي مدخل أو عند يعني مع المدخل المشروع بيبقى فيه دايما إهالة جديدة خالص متوضبة ونظيفة وحلوة، وشوز برضه كذا شوز كده برضه جداد خالص، عشان إيه جالك لو حد في السيفتي جاله مثلا رئيس مجلس الإدارة، جاله وكيل وزارة، جاله زيارة يعني قوية شوية، طبعا مش هقول لهم تعالوا هاتوا الحاجات معاكم، فبتبقى متجهزة. وطبعا عادة إيه ما بتتطلبش تاني يعني. طيب السايت رولز بقى، القواعد الايه الموقع اللي كنا بنقول عليها السايت رولز. Any person found to be in breach of the following site rules will be removed permanently from the project. فيها دي القواعد اللي لو ما ما لو اي حد ما راهاش وما كانش 100% مراعي ان هي ما يعملهاش خلاص يمشي permanently، يعني يتكرش من الموقع. تبقى عزاء توديه مشروع تاني، انما واحد عمل حاجه من الحاجات اللي جايه دي ما يدخلش المشروع ده تاني. اول حاجه ايه؟ fighting on the site. fighting on the site اللي هو ايه؟ من خناقه في الموقع ده مش مسموح بالمره، يعني حتى اتنين ما يقفوش يزعقوا لبعض، مش اسمها كده. مش بقى الفايتنج والفايتنج دي يعني بنتخانق بقى، يعني ايدين بقى وعواصيان، يعني ايه زي ما بيقولوا في البلد عركه يعني. فده اي حد يعمل حاجه زي كده الاثنين لو هم مين حتى ممنوع يدخلوا المشروع تاني، ريموفد، يمشوا اون ذا سبوت، ما فيهوش بالنبي ولا الولي ولا سماح ولا كان يقول مش موجود. intoxication whether by alcohol or drugs. intoxication يعني التسمم، بس هو هنا يعني هو مش تسمم قوي هنا، هو تسمم whether by alcohol or drugs، يعني ان هو يبقى سكران، سواء انه شارب حاجه الكحول او مخدرات، فده برضو يثبت عليه دخل الموقع او داخل من الموقع، داخل من البوابه وشارب الكحول او دراجز، ده ما يدخلش الموقع تاني. يعني خلي بالك دي من اهم السلايدز اللي موجوده عشان نبقى عارفين الموضوع ايه. misuse defacing or damaging the property. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سوء الاستخدام او التشويه defacing، يعني يبوظ الفيس او damaging the property او damaging اللي هي ايه اللي هي اتلاف البروبرتي اللي هي المكان اللي بنشتغل فيه، في مكتب، في محطة خرسانة موجودة، في أي حاجة. فلو في ميسيوز أو ديفيسينج أو دامجينج البروبرتي، البروبرتي أنا أقصد بيها أي حاجة، عربية، مكتب، أي حاجة، هزاز، أقصد إن هو يعمل هذا الكلام يبقى يعني إيه ده برضه بره الموقع. يورينيتك أون سايت، طبعا في ناس بتتبسط وفاكر الموضوع بسيط، لا ده ممنوع 100% يورينيتنج اللي هو ايه؟ التبول في الموقع. حتى لو اخذ حته بعيده او الى اخره، لا. في ناس كتير جدا بتؤمن هذا الكلام وما بتبقاش جايبه حاجه للسايت، فيضطر بقى تعمل ايه؟ انما دلوقتي امكانيات موجوده انك ممكن تعمل غرف صغيره، في بيتباع اللي هو تويلت ريدي بحق كان بتشال وتحط في مكانه، بيبقى له خزان وبتفضى كل يوم وبتنظف كل حاجه يعني. يورينيتنج اون سايت، فاللي يعمل يورينيتنج اون سايت ده مش هيدخل السايت تاني. ستيلينج اون اور فروم ذا سايت، يا سرق في الموقع او من الموقع، يعني جوه الموقع سرق حاجه من حد واكلها، او بياخد حاجه من الموقع ومروح بيها. فده دي النقط، اخطر نقط، اذا حد عملها ملوش دخول للموقع تاني.
failing to comply with appropriate safety instructions. اللي هو ايه؟ الفشل في to comply يعني تبقى يعني comply يعني تتوائم تتوافق with appropriate safety instructions مع الايه؟ التعليمات بتاع الامن. ما يعني مش عارف يتغير مع تعليمات الامن. في ناس تقول لك ايه؟ انا اصلي بتخنق من الهلمت. في ناس تقول انا ما اقدرش البس الحزام، ما اقدرش الحزام اللي هو السيفتي هارنس زمان كان بتاع ده، انا ما اقدرش البس الجوانتي وانا بعمل ماسك حاجات حريق او الى اخره. لا ده انا ما فيش حاجه اسمها كده. اللي ما يقدرش يتوائم ويستخدم ويتبع الانستركشن بتاعت السيفتي ملوش دخول في الموقع. ده كلام، عشان كده بقول لكم السلايد ال 11 ده اهم سلايد في الكلام ده كله. الباقي كله يعني ايه؟ كلام هتلاقوه لذيذ وسهل وعام وماشيين فيه دلوقتي. ايمرجنسي تليفون احنا بنقول السيفتي مانجر معاه تليفون ايمرجنسي ورقمه بيبقى سهل جدا، ما بنقعدش بقى نحط فيه 2 3 5 4 3 2 1 او بتقل عدد، بيبقى رقمه ايه؟ مميز جدا واي حد يقدر يكلمه. 7 ايام في الاسبوع 24 ساعه ما فيهوش هزار. مواضيع السيفتي ملهاش تاجيل، لازم تتعمل اون ذا سبوت لانها مش ايه؟ ماهيش لعبه. ممكن حته حريقه صغيره لو ما اتلحقتش في ساعتها الدنيا كلها هتولع. ممكن واحد وقع مثلا جات له تعب مثلا بلع لسانه او حاجه، اذا ما اتلحقش في ساعتها مات. حاجات كثيره جدا كيسز اذا كانش تتلحق بايه؟ فالامرجنسي تليفون في حاله. وطبعا هي ما فيش حاجه اسمها شيفت نايت شيفت او اي شيفت او شغل في الموقع وما فيش فيه سيفتي ريسبونسبل يعني يا سيفتي انجينير يا سيفتي اوفيسر، لازم يكون فيه، لازم مفيش حاجه اسمها موقع يشتغل من غير سيفتي اوفيسر او سيفتي انجينير. It is switched on 24 hours a day and is carried by a safety manager. Safety manager معايا هذا الامرجنسي فون مده 24 ساعه في اليوم، وده شغل السيفتي وبس. يعني مش هيقعد يتكلم في حد ولا يتكلم فيه في شغل ولا لا، ده رقم عشان يتطلق مش يطلق، عشان يبقى فاضي رقم موجود عشان اي امرجنسي كيس تبقى ايه؟ توصل تتحل في ساعتها، ما فيهاش هزار. طيب امرجنسي ايفاكيشن بروسيجر، هنا هنقف نتكلم شويه. طبعا دي حاجه هتبان لكم ان هي مستغربه شويه، لكن ده واقع وده في اسلوب السيفتي وقبضات السيفتي اللي عايز يطبقها صح. عادة اي واحد بيشتغل في اي موقع، طبعا الموقع بيبقى له محاط بسور وله بوابه دخول وبوابه خروج، واي بوابه ثانيه بقى الخامات لاي حاجه ثانيه، له بوابه خروج وبوابه خروج. اي واحد داخل البوابه لازم يبقى معاه كارنيهين. ده يعني ايه؟ سر من اسرار المهنه. ليه اي واحد يدخل معاه كارنيه متعلق في صدره يعني مش عارف هو مين ده، وكارنيه بيسلمه على البوابه ايه؟ انا ممكن افتح سؤال وكان الجمهور الاخره يعني اصل كلها حاجات لذيذه ومعلومات خفيفه يعني، وانا يعني ايه اللي بيحضروا معانا ما شاء الله يعني يعني متابعين جيدين يعني وصبورين بصراحه. ليه بقى؟ عشان الامرجنسي ايفالويشن بروسيدر اذا حصل اي مشكله في الموقع بيبقى فيه ايه؟ بوينتس، نقط تجمع، نقط تجمع في كل حته. لو موقع كبير قوي يبقى فيه كذا نقطه تجمع، لو الموقع مش كبير وفي نقطه تجمع واحده. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان كيس مثلا في حاجه فاير، في اي حاجه، اي حاجه هتؤثر على الموقع او حصل حاجه ومحتاج ان انا افضي اخلي الموقع من الناس فورا. كل واحد ايه؟ هنتكلم دلوقتي على الايفاكيشن بروسيجر. كل واحد
بمنتهى السرعه يتحرك ويتصرف ويوصل لايه؟ للايفاكيوشن اللي هو نقطه التجمع. نقطه التجمع اللي هي اللي هي الايه؟ في 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 عشان عشان يتجمع فيها الناس. طيب نعرف منين بقى اذا كان كل الناس اللي موجوده جوه جت؟ طريقه بسيطه جدا. كارنهير بيقول عليهم دول الناس كلها بتتجمع خلاص، صفرات الانذار والكلام ده كله حصل، الناس كلها اتجمعت، بنشوف في كام واحد في الحته الفلانيه او كذا وكذا 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 وكذا، والكلام ده يبقى فين؟ على البوابه، في علب كده، كل واحد ايه، كل منطقه لو هي مناطق او 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 محطوط بشكل معين، معروف كويس قوي ان داخل المواقع في مثلا 300 واحد. طب احنا عدينا بقى اللي في 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 في, في نقطه التجمع، لقيناهم 295، يبقى في خمسه ما ايه؟ ما وصلوش. يبقى احنا نعرف بقى مين الخمسه اللي ما وصلوش دول، وبمنتهى الحركه وبمنتهى السرعه السيفتي تيم يدور عليهم يجيبهم من تحت الارض، ما فيهاش هزار. يعني ممكن يكون في حريقه ومحوطاهم، ممكن يكون بابه قفل عليهم، ممكن يكون اي حاجه منعتهم ان هم ايه يخرجوا، انما 100% هم جوه. لان انت النظام اللي هو بتاع الكارنيهين دول، الناس ناس كتير جدا حتى ما تعرفوش. احنا شفنا الكلام ده في الاول مع الشركات اللي ما بتعرفش عربي. خلاص؟ انما بقناها بعد كده، يعني بنبقى مدير مشروع او بنبقى اي بي سي مانجر او الى اخره، الكلام ده بيتطبق في اي مشروع يعني ايه جدي وما فيهوش هزار. اوكي؟ طيب عرفنا دي نقطه من النقط اللي هي ايه؟ ان لازم كل واحد في الموقع معاه الكارنيه بتاعه عليه اسمه متعلق فيه كده بتشين او باي حاجه يعني، خلاص، وكارنيه تاني بيسيبه على البوابه عشان ان كيس ايفاكيوشن، بيتحدد بالظبط كام واحد ظهروا وجمعوا وفي كام واحد كام واحد عندهم، خلاص، والفرق يعني نعرف بقى هم في انهي حته، وطبعا والمستشفيين بقى والسيفتي اوفيسرز او السيفتي تيم بيتحركوا بسرعه عشان يجيبوهم من اي حته. طيب turn off all power tools in use and keep clear of any access way in the event of any emergency evacuation. في حالة أي تفريغ evacuation اللي هو يعني إيه تفريغ الناس بطوائف، تفريغ الإمرجنسي اللي حرق الطوار، the following procedure is to be followed. البروسيدر ده لازم إيه؟ يتبع. أول حاجة turn off all power tools in use and keep clear of any access ways. لازم أول حاجة أعملها إن أنا أطفي كل إيه؟ كل معدة أو كل أداة فيها باور، خلاص؟ والأكسس واي في الخروج أو في الدخول كله يكون متنظف. All plant to be left in a safe condition and switched off. كل المعدات والآلات والأجهزة كله تتحط في safe condition ومقفولة. ما فيش حاجة اسمها كمبيوتر مفتوح، كمبيوتر. ما فيش حاجة اسمها مكنة حاسبة مفتوحة، يعني بقول لك بوصل لإيه؟ ما فيش حاجة اسمها يعني مفتوحة أو إيه أو سواء كهرباء أو غير كهرباء، كله متقفل. Hot works such as welding must be stopped and equipment left in a safe condition. لو في welding اللي هو اللحام لازم يتوقف فورا. سواء اللحام بقى بالأوكسسكلين أو لحام بالإيه؟ الكهرباء، لازم يتوقف فورا ويتم فصل ايه الكهرباء او الاكسجين، لازم يكون قافل الصورات بتاعت الاكسجين وحاططها في مكان امن جدا جدا وبطريقه امنه. All persons on site must leave the work area by the nearest exit and report to the assembly points. على فكره بالمناسبه في المشروعات عاده بيبقى فيه تجارب، يعني بيتم عمل ضرب عمل انذار لكل في الموقع من غير ما يكون في حاجه، ويندرس اكشن الناس اتجمعت في قد ايه،
ودمعت ازاي واتنظمها ازاي. يعني الكلام ده ما بتبقاش اول مره في حاله الامرجنسي، لا في تريننج، وبيبقى في كل مكان له اكسس لوحده، له طريق اقصر طريق له وامن طريق انه يوصل لايه، يوصل للمكان الامن اللي هي الجاذرنج بوينت، يعني في بوينتس موجوده نقطه ايه تجمع، نقطه تجمع خلاص. فنقطه التجمع دي لو مشروع كبير في كتير، ده في مشروع ممكن يوصل نقطه تجمع فيه 10 نقط 20 نقطه على حسب المساحه بتاعته. لو كان افقي وهو مشروع يعني راس جوه مدينه او الى اخره، بيبقى ايه يعني، يعني بتبقى على حسب العدد اللي موجود وعلى حسب ايه نوعية الأعمال. طيب all person on site must leave the work area by the nearest exit and report to assembly points. كل الناس اللي بتشتغل في السايت لازم يسيب مكان الشغل فورا لأقرب مخرج وريبورت to assembly points. في assembly points اللي هي نقطة التجمع، بيبقى نقطة تجمع معروفة، يعني الاريا دي يعني مثلا فيها مثلا كده مثلا خمس عمارات اللي هم اسامبلي بوينت مدروسه، مدروسه بالنسبه للريح، ما بتبقاش بحر المنطقه بتاع يعني دراسات كثيره جدا، والحاجات دي كلها متخصصه، يعني مش يلا بينا وخلاص ونختار الحته الفاضيه دي، لا لها يعني ايه رولز ولها قواعد انك تختار ايه الاسامبلي بوينتس دي، ويروح على يطلع الاسامبلي بوينتس بتاعته ويتجمعوا بقى ويشوفوا كم واحد يتجمع وفي مين ما جاش، اللي ما جاش يبقى بتاع السيفتي يتحرك فورا يشوفه فين وهكذا. سايت مانجمنت ماست انشور رول كول ستيكن اند اول بيرسونز اكونتد فور. اداره الموقع لازم تتاكد ان في رول كول ستيكن اند اول بيرسونز اكونتد فور، ان اتعمل فعلا رول كول، يعني اللي هو ايه اللي هي الكول، سواء بقى بـ 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 بالصوت باي طريقه من الطرق او بالـ 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 بالابواق اللي هي تعمل فرض انذار زي الانذار بتاع الغارات والحاجات دي كلها والاخرها، او بشكل او اخر يعني في طرق كتير قوي دلوقتي، بس هو الطريقه التقليديه اللي هي زي بيقول لك طريقه صفاره معينه او زماره معينه او صوت معين يقول ان في emergency evacuation to be done immediately، فالناس كلها تسيب اللي في ايدها، ده وهي بتعمل ايه؟ تقفل الكهرباء، توقف الماكينات، تنظف الحته المخرج، ما تخليش حاجه طوبه بتاع واقفه في السكه وهو على جنبه وهو ماشي، ويطلع على فين؟ على الايه؟ على ال ايه الاسامبلي بوينتس اللي هي نقطه التجمع الخاصه بالاريا دي. وزي ما قلنا دي بتتجرب كذا مره، مش بتبقاش اول مره في الحوادث او بتعملش الحوادث بس. طيب هاوس كيبنج يا ساتر يا ساتر، على فكره الصوره دي من الطبيعه، طبعا مش انا مصورها لكن دي صوره من الطبيعه بتحصل فعلا في حاجات كتير في الصحراء كتير قوي، التعابين والعقارب وال الكلام ده كله، ده فيه مشروعات زمان او زمان يعني هنا في مصر حتى، مش في السعوديه بس او في الخليج بس، هنا يبقى في ناس من العرب اللي بيبقوا في سم سيستم بيقدر هو يروض العقرب ويحطه معاه في يحطه في منديل كده وحطه في جيبه، ما تفهمش يعني شفتها كتير يعني مع عرب يعني لهم اسرار في التعامل مع هذا الكلام. طبعا التعامل مع التعابين وكده بيقول اخر طبعا يبقوا السيفتي تيم مدرب تماما على التعامل مع كل الحاجات دي كلها. طيب هاوس كيبنج امبلمنت ا ويست مانجمنت سيستم، طبق الويست مانجمنت اللي هي ايه اداره ايه الويست اللي هو الويست اللي هو ايه الحاجات يعني سوري انا اسف اللي هي سوري يعني الزباله يعني اللي بيسموها الويست مانجمنت اللي هي يعني مش حلو كلمه زباله دي ما بحبش اقولها، بس يعني ايه للويست اللي هي البواقي الحاجات المتبقيه يعني الشغل المتبقيه من الاكل المتبقيه من النظافه من حاجه لازم في لها ما تحطش كلها على بعضها، لا بواقي الاكل تحط لوحدها في حته، بواقي
مثلا لو خشب يتحط حتى لوحده وبواقي الومنيوم يتحط وهكذا. سيبر ديفرنت ويست تو ديفرنت سكيبس، يعني سيبر ديفرنت ويست انتو ديفرنت سكيبس، يعني كل اريا يا اما تحط بقى جوه كونتينرز كبيره يا اما في براميل يا اما في ايه، بيبقى ايه كل حاجه تبقى للايه للكواليتي بلان بتاعها ولها اماكن وكل حاجه تبقى مدروسه معمول ازاي. اكسس تو سكيبس ماست بي كاب كلير، اللي هي المخارج او المداخل اكسس يعني او مخرج يعني تو سكيبس ماست بي كاب كلير. تمام. دي نيل تيمبر تو افويد انجوريز، دي والله اتعلمناها من اول يوم من الايام، لكن لسه في ما كانش ولا شده معدنيه ولا كان في اي حاجه. بتلاقي النجار المسلح اقل حاجه يعملها لما بيفك شده ان يقف هو والرجاله بتوعه ينظفوا العده الخشب بالكامل. ما فيش لوح يبقى فيه مسمار، ما فيش عرق يبقى فيه مسمار، بتشال وتتحط وتتاخد المسامير تشتغل تاني. نخلي بالنا مش يعني بتترمى، لا، فدي دي نيل تيمبر تو افويد انجرز عشان ما تتعورش. يعني ده مسمار في حته لوحه حته صغيره كده، لو خبطت في رجل حد ولا حاجه عورت. ريموف جنرال ويست از سون از ريزونبلي براكتيكابل، بيرنينج اوف ويست از فوربيدن، ممنوع الحريق لاي مخلفات ويست مخلفات. كويس، هذه اللي جت معانا يعني. Remove general waste as soon as reasonably practical. يعني مثلا يعني لو هي يعني الحاجات اللي فيها اكل بقى وشرب وعضوي مواد عضويه وكده، دي كذا مره في اليوم، ما تستناش، ما تباتش في الموقع خلاص. انما مثلا اخشاب بتتجمع في حته معينه او حدايد او الى اخره، طبعا ايه بتد ايه كل ريزونبل براكتيكابل، يعني مش مثلا حطيت كم حته خشب جنب بعضها كده ولا حاجه، لا، يعني طبعا محتاجه كوست انها تتشال، ان يعني عايز اجيب عربيه مثلا بشكل او باخر او الى اخره من اخره اشوف في حته ثانيه عشان يتعمل منه ريسايكلينج في حاجه ثانيه، فيبقى ايه برضه من رايي والكلام ده كله برضه مدروس ومش اي حد بيقدر يتعامل معاه. برضه بتوع السيفتي بيبقوا ايه متدربين على كده. Hazardous waste for example asbestos must be removed by municipality licensed contractor. لو انت مكان فيه اسبستوس، اسبستوس ده ماده سامه جدا جدا وممنوع استخدامه في 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 في, في, في اي اسقف او في كونستراكشن اندستري. وانا على فكره بالمناسبه انا مره قابلني مهندس فرنساوي في تكنيك مش فاكر والله، يا في الامارات يا في قطر مش فاكر، كان مهندس كبير، مهندس فرنساوي كان فرنسا يعني مش يعني حاجه، لا، ووالده كان في شركه كونستراكشن قبل ومات متاثرا بالايه؟ بالاسبستوس، باثار الاسبستوس، فبدا في منتهى الخطوره يعني. وكنا بنشتغل يعني كنا رايت واحنا كبار يعني، حتى اسم السقف ولا سقف اسبستوس بتاع جراشات بتاع بيوت بتاع مخازن بتاع اي حاجه، فده ممنوع منعا باتا يعني. خلاص؟ Remove food waste daily to help prevent rats and snakes. ده اللي احنا كنا بنقول عليه دلوقتي. الفود ويست اللي هي مخلفات الاكل on a daily basis. لو عايز رايي لو مرتين في اليوم احسن. لو انت في حته فيها زحمه وفيها ناس وفيها كلمه والى اخره. To help prevent rats and snakes. بحيث ان انا ما يترباش عندي لا فران ولا ايه ولا تعابين. خلاص. طب ويست ارياز فيميجيتد از بير municipality ريجوليشنز، اللي هي المناطق اللي هي فيها الويست النفايات الحاجات دي كلها والا تبقى فيوميجيتد من فيومز، الفيوم اللي هي ايه الايه تبخير البخار، فبنبخر الاماكن طبقا لايه؟
للمسبات ريجوليشن للبلديه او القواعد البلديه او قواعد محافظه قواعد بيتم تبخيرها عشان ايه؟ عشان السموم عشان الهوام عشان الكلام ده كله. ريسايكل ريوس وريديوس. ريسايكل دي تعني ايه؟ ان انا بدل ما ارمي الحاجه يعني انا مثلا عندي اخشاب سقطت مثلا من ال اصاي صغيره من الشده من اي حاجه بجمعها بعمل بيها طبالي والبحطه خلاص يعني انا ايه بريسايكل الحاجه. الريوس بستخدمها تاني. الريوس ايه اللي هو التقليل خلاص. طيب يعني شوف هنا هو اي الحديد مثلا الحديد ده انا ما سيبوش كده. انا بذكر مره برضه كنت في السعوديه زمان ف كنت ماسك كونستراكشن مانجر كان مشروع كان باين من زمان. دخلت لقيت حاجه غريبه قوي وين ما الواحد ماشي فيه كده حديد في الصعيد. انا مش ولا جدع ولا حاجه يعني دي حاجه عديناها وعجزنا عليها بس ده تصرف يعني كسبنا كتير قوي وده ممكن يقابل اي حد وما ياخدش باله. فلقيت ان في حديد كتير جدا مدفون مش عارف ايامها قلت لهم طن الحديد اللي هيطلع من الموقع 70 ريال. الكلام ده اعتقد في اوائل التسعينات 92 93 يعني ايامها لموا الموقع موقع كبير في جنوب السعودية لموا مش اكتر من 30 40 طن. كلفني قد ايه؟ 40 طن في 70 ريال كلام فاضي. انما اللي حصل ايه؟ ان تم لك حديد تشتغل بيه تاني كلها لان في ناس تبقى كسلان ما مش يعني الاحساس بال المفروض الحقيقي التسجيل ده الهالك اللي فيه nothing 0.12%. دلوقتي للاسف انا شفت ترند مع شركات كتير بتحط هالك الحديد 6 و7 و8% فيصعب عليا هذا الكلام. فالمفروض ان احنا بقى ايه بنعمل الكلام ده كله بنجمع حاجات زي كده بنعمل ريسايكل وري يوز وريديوس واقلل الهالك. يعني ادي مثلا دي شباك من شبابيك الشده في ايه اللي فيه نقص وايه اللي عامله يتخن يظبط يتعمل اشغاله تاني. دي ده السطل بتاع الخرسانه مثلا في خرسانه في ايه اخباره يعمل يعني ايه الحاجات دي يعني ازاي اتعامل مع الحاجات دي كلها بقى كلها دي مواسير ازاي اتعامل معاها يعني كل الكلام ده كله اتعامل معاه. ادي ايه دي الومنيوم اهو ناس او دي قطع حديد صغيره. الحاجات دي كلها مش يلا شيل باللودر وامشي وخلصت لا خلاص. على فكره برضه اللي عايز اقوله برضه عشان بس ايه برضه نقطه لانها دي مهمه جدا. في سايتس كان عندي سايت زي ده في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في ابو ظبي كان سايت كان معمول له جرين سيرتيفيكيشن. دي سيرتيفيكيشن ايه بقى؟ مش المبنى بقى بعد ما يخلص لا الشغل اثناء التنفيذ ان انت بتعمل ايه؟ في قواعد بتعمل ريسايكلينج بتعمل يعني كواليتي اوف اير بتعمل كل الاجراءات اللي تخلي ما عندكش لا يبقى عندك ويست ولا يبقى عندك بوليوشن في السايت. من دول حاجات موجوده ان كانت مثلا العربيات تدخل عشان مثلا تجيب مواد تجيب اي حاجه خالص بتخرج على حته فيها خرسانه وتتغسل العربيه وتتغسل العجل بتاعها وما تطلعش الشارع عشان توسخ الشارع لا تطلع نظيفه. فبيبقى فيه برضو ايه عشان نعرف ان موضوع الجرين ما هوش على قد مبنى خلص او على قبل المبنى مثلا انا بعمل السبع ثمان نقط بتاعت مثلا الاير وبتاع يعني القواعد بتاعت الجرين بيلدينجز يعني لا في جرين بيلدينجز في قواعد الجرين بيلدينجز وانت بتبني during construction يعني. First aid arrangement must be located within the site area. طيب الفيرست ايد اللي هي ايه؟ اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم ما قلنا عليها الاسعافات الاوليه. طيب
في قواعد برضه هقول لكم عليها، ودي انا بتكلم مش على ورق ولا عقود، انا بتكلم على عمليات ومشروعات فعليه. يعني انت لو موقع فيه 20 30 واحد 50 واحد 100 واحد، يبقى المفروض يبقى عندك مثلا ممرض موجود معاك لما الشغل في الموقع، ومعاه عنده حاجات الاساسيه بتاعت الايه؟ بتاعت ال اللي هو الايه؟ الفيرست ايد بتاعته، اللي هي ايه؟ الاسعافات الاولية. طيب زاد العدد بقى 200، لا ما ينفعش بقى، او بقى 300. في قواعد انا مش فاكرها بصراحه، لان في قواعد ان مع زياده العدد الموجود في موقع العمل بيبقى فيه زياده في الايه؟ في الطقم الطبي. يبقى عندك مثلا تصوم بقى عندك دكتور طبيب وممرض. طيب وصل العدد لكذا، بيبقى عندك عربيه اسعاف. يعني طبيعه الفيرست ايد ارانجمنت بيبقى مع العدد الموجود في المشروع وعلى بعد المشروع عن ايه؟ عن الـ عن الـ عن الفيرست ايد سيرفيسز او الاسعاف او البلد او الى اخره. يعني انا شفت الكلام ده هنا في مصر، خلي بالكم يعني ما حدش يقول خليهم في ده مشروع جوه مصر. في شركه اجنبيه كان مطبق بحذافيره، في دكتور، اثنين ممرضين، في عربيه اسعاف موجوده. يعني كان مشروع كبير، وكان يعني ايه بدون يعني مشروع كان ايه سبيشال شويه، بس مش سبيشال في لا لا شيء، مشروع كبير ومش موجود عشان كان يعني في امريكان واجانب ولا عشان في عدد ارواح. طيب only qualified first aiders male nurses must administer first aid. اللي بيعمل first aid مش اي واحد، بتاع السيفتي بيبقوا متمرنين الحقيقه، ناس بيبقوا متمرنين كويس قوي واخدين شهادات كويس قوي وعارفين first aiders كلهم هم اخرهم، لكن ال qualified first aiders عاده بيبقى ممرض مثلا جوه المشروع او الى اخره. ما كانش بتوع السيفتي منهم كتير قوي بيبقوا ايه عارفين هذا الكلام، هذا الكلام. وميل نيرس يعني ممرض راجل مش ست بقى، اللي تعمل ممرض ست الناس تعور نفسها ايه تستعبط يعني. طيب all first aid given is to be recorded in the accident book. هنا النقطة، كل first aid يعني هو في حاجة اسمها بيراميد، هرم للايه؟ للسيفتي كيسز. في النيرمس وبتاع يعني تحت يعني هرم، في يعني جاي كده هرم، القاعده اللي تحت خالص اللي هي النيرمس والحاجات اللي هي ايه هنبان لنا دلوقتي واحنا بنتكلم لغايه ما توصل لفوق خالص اللي هي الفاتر كيسز. الفاتر كيسز اللي هي ايه؟ حداثه الوفاه، الحداثه السبيل اللي هي تعجز، يعني الحاجات اللي تعجز قبل يقعد من الوفاه. ففي انترناشونال نورمز طبعا، دي يعني ايه؟ دي متخصصين بتوع بقى السيفتي والناس اللي دارسه والناس اللي ايه اللي اخذت شهادات، فمن هذا الكلام وعارفينه. احنا عارفينه يعني اشتغلنا فيه كتير بفضل الله سبحانه وتعالى. Only qualified first aid male nurses must access first aid. All first aid given to be recorded in the accident book. في accident book جه فلان الفلاني الساعه كذا 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 كذا، او رحنا الساعه كذا كذا، بيبقى فيه ريكورد خلاص. للاسف ان في ناس كتير جدا، ودي ما بيبقاش فيها، ما بيبقاش ثقه فيها. يجي لك بعد المشروع مثلا 5 6 اشهر 7 اشهر كاتب ايه؟ زيرو اكسيدنت، وفاهم ان دي فلاحه. مستحيل موقع يشتغل 5 6 اشهر ما فيهوش واحد مثلا اتخبط اتعثر وقع ركبته مثلا اتخبطت، مش ممكن. ففي يبقى لازم انا ابقى امين في الداتا بتاعتي. ليه بقى؟ لان ممكن الطرق ما تبقاش ممهده التمهيد الكافي، والناس ممكن بتقع في حته معينه. لو وقع حصل حته في حته معينه وحصل الناس بتقع كتير في الحته دي، يبقى اروح على الكيس واعالجها. انما ان انا بقى ما احطش الكيس دي واقول عشان ابقى انا بقى ايه يعني ايه ما عندي زيرو اكسيدنت،
ده كلام طبعا يعني يتصدق لغايه شهر، شهر ونص ولا حاجه، انما ما بيتصدقش لغايه الاخر، وبيعمل كده في الاخر بيفقد المصداقيه بتاعته، وايه ما بيبقاش يعني ايه موثوق فيه، لا من اداره لا من الاداره بتاعت المشروع، ولا من المالك، ولا من كونسلتنت، ولا من شركته حتى. When a person is off work or cannot resume their normal duties he was doing before the accident might be reported to the project management او الـ HSE management. إذا واحد حصل معاه نير ميس اكسيدنت ولا حاجة وما قدرش يرجع في ساعتها، يعني هو واحد أخذ الفيرست ايد بتاعه ورجع الشغل، عادة بتحصل كده يعني، مش حاجة نادرة خلاص. بيحصل ايه لو هو ما رجعش، يعني لو حصل معاه حاجة او الكيس بتاعته خليته ما رجعش الشغل في ساعتها، لازم يعمل ريبورت، ومش يتحط بقى في الاكسيدنت بوك بقى، لا هيتحط اكسيدنت بوك ويتبعت ايه ريبورت لمين؟ للبروجكت مانجر والاتش اس اي مانجر خلاص. ودي كيسز لا تعيب حد، خلي بالنا خلي بالنا، مش اسمع مشروع ما فيهوش حوادث ما ينفعش. طيب الويرفير ارانجمنتس، cool drinking water must be provided at all work locations. هو مثلا ويلفير ارانجمنت هي يعني ايه بيسموها رعايه الموقع، ده الترجمه العربيه بتاعتها. انا بحب يعني ايه يعني برضه ان احنا مش معقول هنتكلم على الانترنت فورت مانجر واحنا التيرمز الانجلش تيرمز، والانجلش تيرمز دي انا يعني خلي بالكم انا يمكن انا قلت الكلام ده من حوالي شهرين، ان 22 جايه بحجم طلبات للمهندسين وللشغل في الكونستراكشن كبير جدا 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 جدا. المشكله اللي حصلت فين بقى؟ ان فوجئت ان بدا يحصل هذا الكلام. انا كنت اتوقع ان هو متاخر شويه عن كده، متوقع ان في شهر 11 اخر 10 11 كده 12، لا بدا فعلا ان يطلب، ومش في مصر بس، في مصر في الخليج في العالم كله. نخلي بالنا الخليج دلوقتي مفتوح لجنسيات كتير، او جنسيات ما حدش يستعين بيها، ما حدش يقول لك هو انا هندي، لا الهندي بقى مستوى عالي جدا، انجلش وتكنيكال وكمبيوتر وكل حاجه. الفلبيني اقوى واقوى خلاص. البنغالي، البنجلاديش اصلا انت للاسف هنشوف البنجال كمثلا كناس بتنظف بتعمل، انما البنجال ده في فضل خان، فضل الله خان اللي هو اكبر واحد في العالم حط النظريه بتاعت الهاي رايز تور بيلدنجز. الهاي رايز دي فضل الله خان هو الايه هو المين او اشهر واحد في الهاي رايز بيلدنجز، عارفين الكلام ده من زمان يعني السبعينات، انا بشتغل بحاجته بالسيستم بتاع الالتريشن كان بيقوم بقى. فاللي عايز اقوله بدا فعلا البترول بيتحرك، بدات المشروعات بتتحرك، لازم احنا نتحرك. انا شايف قدامي دلوقتي 25 واحد اوف مننا 2 3 بنظمها 20 واحد، انا عايز ال 20 واحد دول ما يداروش على الشغل، الشغل يدار عليهم. واتفقنا قلنا ثلاث حاجات برضه بعدها تاني، لازم تكون بدات ماستر يور انجلش، من غير انجلش معوج يعني كل ما كان انجلش بتاعك معوج ووثق فيه بتتكلمه، كل ما انت فتحت لنفسك سوق مش انترناشونال بس ولوكال. خلي بالك ادي واحد. الحاجه الثانيه كل ما عندك خبره ثلاث اربع سنين لازم عارف يعني ايه بروجكت مانجمنت، والكلام ده كله ما هوش بعيد، خش على اليوتيوب وادخل بقى على الموضوع من اولها، تفهم ايه بروجكت مانجمنت يعني ايه فاينانشال مانجمنت يعني ايه كوست مانجمنت يعني ايه بروسيديورز، كل الكلام ده كله موجود في الايه في ال 30 محاضره اللي فاتت دي نمره 31. ادخل ما تكسلش واعمل اسسمنت لنفسك وشوف نفسك قارن نفسك في اللقاء الثاني
ازاي الحاجات اللي مطلوبه الكي برفورمانس انديكيتورز تكمل المشروع. الحق خد الامور بجديه. سعادتي هتبقى لا نهائيه. زي ما حصلت معايا وشفت ناس قابلت ناس من كانوا جونيورز معانا هنا في مصر وجونيورز معايا في الامارات وفي الخليج. دخلت لهم مشروعات اقسم بالله بينفذوها احسن من وانا واقف لو انا واقف فيه. شباب صغير بتعلم شاف متحرك ازاي ويعمل ازاي. ومن فضل الله سعيد بيهم وبفخر بيهم وبيديهم شركات وبفخر بيهم وبسعد بيهم جدا. بنتقابل احيانا على ايه؟ على اللقاءات اللي بنعملها دي وعلى الفيسبوك وعلى الى اخره. انا مش بتكلم لا كلام نظري ولا كلام خيالي ولا بقول الكلام ده يعني ايه لاي سبب لاي حاجه غير ان نلاقي ان ابنائنا واحفادنا اللي موجودين معانا دلوقتي خلاص يعني احفادنا اتخرجوا خلاص بوزاره الهندسه بفضل الله سبحانه وتعالى والناس اللي معانا كلهم وزمايلنا واساتذتنا اللي موجودين معانا ان هم البومينج بدا خلاص. طلعت معاكم بره حته صغيره معلش بس تستاهل تستاهل. فقلنا بقى ايه ايه الويلفير بقى اللي في الموقع عندنا. اول حاجه الكول درينكينج ووتر ماست بي بروفايد اول ات روكس لوكيشن. يعني طول النهار في الموقع كل اول اخره عندك اللي هو الثلاجه كده الصغيره اللي هي بوز وفي كرتون بيات كرتون جميل او بلاستيك تشرب مره واثنين وزي ما انت عايز ما فيهاش دفع يعني وتمشي خلاص. بعد كده في الكانتين لازم يبقى فيه موجود كانتين. بيبقى فيه نظام بقى معين بقى يعني ممكن انت مثلا في شركات كثيره جدا بتبقى عامله نفسها مثلا نظام زي بدأوا الساعه 6 مثلا يبقى الساعه 7 ونص 8 بيتعدوا عليهم مثلا بقهوه او بالشاي او الى اخره بيشربوا العمال في الموقع بتاعهم. وعلى فكره انت كل ما كده بتتعامل مع عمالك بانسانيه كل ما بتاخد منهم شغل بانسانيه بتاخد منهم علاقات يوم بيحبوا بعض يوم بيحبوا المكان بيحبوا الشركه. كل دي الكوميونيكيشن كل ما بتكلم عليها بنقول ايه الاورجنايزيشن بيهيفير اللي هو حاكم كل التصرفات بتاعت الناس اللي بتشتغل في اداره المشروع. طيب بعدين التواليتس مهمه جدا مهمه جدا. ليه؟ لان لو مفيش تواليت الناس هتعمل ايه؟ الابلكيشن نوت ريسبوندينج ذا بروجرام ما ريسبوند اف يو ويت. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه الحكايه؟ انا عندي مشكله. السلام عليكم. محمود حد سامع حاجة؟ أيوة دكتور الصوت واضح. الصوت واضح شغال أصلاً حصل عندي مشكلة دلوقتي بس الحمد لله عدت. ها؟ طيب الحمد لله. طيب التويلتس مهمة جدا. التويلتس بقت سهلة دلوقتي على فكرة إن يعني ممكن تعمل مباني عادي خالص تعمل خشب تعمل أي حاجة بس بقى في تويلتس بمية بكل حاجة. ده لازم دي حاجه مهمه. ما ينفعش هتعمل ايه؟ يعني ممكن مثلا اقعد ساعه ما اكلش او ساعتين انا بصوم انما التويلت ما ينفعش. فالتويلتس مهمه جدا وتدرس صح وتتعب تحط صح. الووشنج لازم يبقى في مكان ان الاغسله يعني جنب كل حمامات يبقى في ايه؟ ووشنج هاندز بالصابون بقى بنظافه بيتعمل بالكول باي حاجه ايه؟ عشان خصوصا برضه مع موضوع كورونا مع موضوع الكلام ده كله ايه؟ دي الويلفير ارنجمنتس اون سايت. All facilities must be kept clean and tidy with clear access. كل الفاسيلتيز اللي هي الاماكن اللي هنستخدمها لازم تبقى نظيفه وايه؟ وجافه خلاص؟ ومرتبه بايه؟ باكسس نظيف وسالك وواضح. اكسس سواء مخرج او مدخل. طيب السايد ساينج ده لو انتم فاكرين برضو لما كنا بنحضر الموقع احنا كنا لو افتكروه برضو ممكن ترجعوا له على فكره عشان تعرفوا اساس الموقع ازاي الطرق بتعمل ازاي المخازن ازاي السيركوليشن ازاي الورش بتتحط فين
المخازن فين، الجراجات فين، المكاتب بتاعت الدفاع فين، ده موجود برضو سواء حضر او ما حضروش يراجعوها، لانها مهمه جدا ومرتبطه برضو بالسيفتي، مرتبطه بايه، باداره المشروع، باداره الموقع. السايت ساينس اللي هي ايه؟ علامات الموقع. سايت ساينس كونفيرس سايت رولز اند بروفايد اديشنال انفورميشن. علامات في الموقع تعمل ايه؟ بتؤكد قواعد المشروع سايت رولز وبت ايه بروفايد اديشنال انفورميشن، وبتدي ايه بيانات ايه اضافيه. طيب اول حاجه دي مانداتوري، اللون الازرق ده مانداتوري. مانداتوري يعني ايه؟ يعني الزامي، ما فيش حاجه اسمها واحد يدخل السايت ما هوش لابس سيفت شوز، حدش يستعبط يقول انا رايح المكتب، انا رايح مش عارف ايه، مش حاجه اسمها كده. داخل موقع يعني لابس السيفت شوز بتاعك لازم، تمام؟ طيب بروهيبيشن اللي هي الحظر، محظور تماما تشرب سجاير، محظور تماما يعني منطقه حظر السجاير، يعني في منطقه حظر حاجات كتير جدا، محظور تماما انك تركن في الحته دي، محظور تماما انك تدخل الحته دي، محظور تماما انك تتجمع في الحته دي، محظور تماما يعني العلامه الحمراء اللي بالشكل ده بروهيبيشن اللي هي الحظر. خلي بالنا برضو التيرمز دي مهمه جدا، لان هي مستخدمه ايه النيوز، وانا بحاول ان انا استخدمها واقول ايه الارابيك ترانزيشن بتاعها. الدانجر بقى اللي هو الخطر، الورنينج، الورنينج ده بيبقى اصفر، يعني هذا الاصفر والاخضر والاحمر ده النورمال، يعني الاصفر ده الورنينج. سيف كونديشن بقى، يعني انت في حته سيف كونديشن خلاص، يقول لك ايه بوش بارت اوبن سيف كونديشن، يعني اي حاجه لونها اخضر يبقى سيف، يعني برضو نخلي بالنا. الفاير اكويبمنت دي الاحمر، الفاير الارم احمر، يعني بتلاقي دايما الحاجات الخطيره ايه بروبيشن المنع، والفاير يبقى ايه احمر، الورنينج اصفر، السيف كونديشن ايه اخضر، المانداتوري الزامي بيبقى ايه ازرق. خلاص، ودي حاجات انترناشونال على فكره، مش حدش بيخترعها يعني. السايت ترافيك مانجمنت، احنا اتكلمنا على الكلام ده ايام ايه؟ ايام ما كنا بنعمل لو تفتكروا المشروع، كان مش عارف كليه هندسه او كليه ايه في الجنوب في السعوديه، وكنت عملت لها دي اخر يعني اخر حاجه اتعملت في السعوديه، يعني السعوديه كانت اخر مكان اشتغلت فيه، لان في كل مشروعات قبل كده لازم تتعمل، ما فيهاش هزار، ما ينفعش فاهم الدراسات بتاعتك من الاول خالص، عارف رايح فين وجاي منين. طيب الترافيك مانجمنت لو تفتكروا كان ده من الايه السيباريشن بين بيدستريانز اند فيكلز، تبقى فاصل ما بين المسار بتاع الايه الناس ومسار ايه العربيات، العربيات الكلاركات اللوادر حفارات، يعني ايه يبقى في فصل ما بين الاثنين. وان واي سيستمز ماست بي اوبيد، لو تفتكروا احنا كنا عاملين ايه اتجاه واحد، تدخل من البوابه تبدا تلف حوالين المشروع بتاعك، تفتكروها انا فاكرها كويس قوي، وتطلع عايز تطلع من الباب الثاني الناحيه الثانيه خلاص، وفي الحته اللي في النص دي في الباب لمخزن الحديد تحت والورش الحديد حديد ونجاره من تحت. 30 كيلومتر فير اور سايت سبيد ليميت، اقصى سرعه 30 كيلو في الساعه جوه السايت. المواقع حتى مواقع يعني مثلا مطارات برضه اشتغلنا فيها سواء هنا سواء في السعوديه او في غيره، برضه هي 30 كيلو بالمتر دي سايت سبيد، سايت سبيد ليميت ده ليميت، انما في العادي يعني خلينا حدود ال 15 يوم ال 20 تبقى احسن، يعني تبقى يعني مش قصه مش بجري يعني تعرف في مثل زمان كان نقول ايه، عايز توصل امشي بالراحه، هتروح بسرعه امشي بالراحه، يعني ما تجريش وتبقى قلقان وتبقى لا سكي، ده السايد ترافيك ايه معلش. زي ما انتم شايفين الامور بسيطه وسهله وملموسه، ما فيهاش ايه ما فيهاش اي تعقيدات،
خالص. بنعوض لكم الايه الكم محاضره اللي فاتوا كانوا كلهم يعني ايه كواليتي، كانت التيرمز كانت ولو قلناها كانت كويسه والله، بس الحقيقه اللي هي الايه الاجو 9000 واحد، وانا بنصح كل واحد يدرسها ويقراها صح ويدرسها صح، بعد عليها مره واثنين وثلاثه ويلخصها ويعرف لان ايه ده السيستم. يعني في ناس كتير جدا ولغايه دلوقتي، وفي ناس كبار كبار يعني ايه يعني بزعل لما بشوف الناس بهذا الشكل، يعني بيعتبر نفسه ان هو يعني خلاص كبر وعجز وما يقراش بقى وما يعرفش، وان كل ده الكلام ده كله كلام لا، ده مهم جدا انك تقرا وتذاكر وتراجع وتطبق، وما تسيبش نفسك لكده يعني وخلاص، وهتدعي ان انت بقى فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه. مش ما بتكلمش على الناس اللي هنا يعني، انا معجب جدا بيكم واحد واحد يعني، بشكركم واحد واحد على انتظامكم وعلى انكم ايه بذلوا مجهود، وان شاء الله هتدعوا لي ان شاء الله باذن الله تعالى، بس اهتموا واهتموا باللي فات، ومش قصه انك عايز شهاده الشهر يا امراه سهله جدا، قصه انت تبقى ايه كواليفايد، وزي ما اتفقنا ربنا يعينكم كلكم يعني. السايد ترافيك مانجمنت الفيكولر اكسس، no vehicle shall drive within 2 meters of the edge of any beach road or side of an excavation. يعني ما فيش اي سياره vehicle تطلق على سياره او مركبه او او لا، لازم يبقى بعيد 2 متر من اي شاطئ، من اي يعني ايه من اي من اي من اي طريق يعني خلاص، or side of an excavation او جانب حفر. يعني ما جيش في محموله مع عماره مفتوحه على الطريق واخد الطريق وبمشي عليها، لا لازم ابعد 2 متر على الاقل، وببقى في موقف خطوره برضه من الايه؟ من الاكسكافيشن، خلي بالك خلاص؟ 2 متر بيتش رود اور سايد اوف اكسكافيشن. كونتراكتورز ماست بروفايد ا كومبيتنت بانكس مان. خلي بالنا تشغيل الاوناش وتشغيل المعدات ما هواش خبره كده وخلاص، ولا واحد واقف بيعمل كده وبيعمل كده وبيعمل كده وبيره وريه وكلام ده كله، لا اشتغلنا زمان ما كانش لسه الكلام ده موجود، ما كانش في اوناش كتير، كان في حاجه اسمها بيره وحجريه وبتاع، ولا واحد بينزل لك مثلا ماسوره من فوق عشان تعمل مقر سير كبير مواسير مثلا دامتر 3 متر 3 متر ونص، في لغه ما بين الناس قريبين من بعض. انما البانكس مان اللي هو في واحد يبقى دايما اي ونش شغال بيبقى فيه في اشارات، وبيبقى فيه ووكي توكي صغير خلاص، الاثنين لازم يبقوا موجودين. وده على فكره ده كورس لوحده، اعتقد ان انا عندي الكورس ده موجود هنا في المكتبه جوه، كورس لوحده عشان الباكس مان اللي هو بيشغل ايه الراجل واقف تحت عشان يشاور المعده يمين شمال فوق تحت بير ريه كان يكون من الاول تو جايد اول موفمنت اوف لارج فيكلز اراوند ذا سايت، اللي بيحرك الفيكلز كلها اراوند ذا سايت. ده كمان ده موضوع اكبر يعني، انا اعتقد اللي عندي بتاع تشغيل الاوناش، فدي ده موضوع هام جدا، مش مهندس هيحمله يعني، بس انا بقول لكم ان الايه ان ما فيش حاجه نقول عليها دي تجربه وخلاص، او ان ما فيش حاجه اسمها، لا ده it's very important خلاص. All plants will be inspected at the gate for compliance with site requirements. كل معدة أو كل آلة أو كل أداة داخلة من بوابة المشروع لازم يتم تفتيش عليها عشان يتم التأكد إن هي متفقة مع إيه؟ مع شروط الموقع. هقول لكم على حاجة يمكن تضحك أو تضحكوا عليها لو ما كنتوش فكرت فيها قبل كده. أنتوا عارفين الشاكوش العادي بتاع الخشب يعني اللي بيقولوا مصابيه كانوا بيقولوا لآخره، ده له عمر
يعني بعد فتره بيتطرم كده شويه، فبتاع السيفتي لازم يشوف ويشيك عليه ويشوف الراس بتاعته متثبته كويس مع اليد ولا لا، والا ما يشتغلش خلاص. وممكن قوي في لحظه من الاحظار ده خلاص ده ايه اللايف تايم بتاعه خلص شاكوش. خلي بالك خلي بالك، مش بس هتكلم بقى على السنيور ولا بتكلم على حاجات الكهرباء، كان بقول الشاكوش العادي خالص خلاص. ليبر باسز may be required to stop and all persons checked to ensure that they have appropriate PPE. كل الباصات اللي شايله عماد مطلوب منها انها تقف وكل الناس اللي فيها يتشيك عليهم ان هم لابسين بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت بتاعتي اللي كنا بنتكلم عليهم من شويه، اللي هم ايه؟ الهلمت، السيفتي شوز، النضاره، ده الحد الادنى، سيفتي 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 جلاسز، سيفتي جلاسز. لو انا لابس نظاره، انا عندي نظارات كبيره يعني تحط فوقيها كده خلاص، لو انا لابس نظاره يعني او اي حاجه. فالبي بي اي ما هوش لعبه، لان لو حاجه دخلت في العين بعد الشر هتعوض لك ايه؟ تمام. طيب يعني اي باصص مش هيدخل الموقع الا اذا كان الكلام ده ايه فيه. انا مش هبقى بعد باينه قدامي انا ولا لا. باركينج is in designated areas only. الباركينج يا اما لو نفتكر اللي اوت احنا كلنا عملناه اللي هي الجامعه بتاعت الجنوب، كان في باركينج بره، ميجر باركينج بره، انا كنت في الاريا في المنطقه فيها باركينج خلاص، كان في باركينج معمول لايه؟ لمنطقه المكاتب، وكان في باركينج ديزاين لمنطقه الاعاشه بتاعت الايه؟ بتاعت الموظفين والعمال كلها من هنا. فالباركينج بتحط في ديزيجنيتد ارياز اونلي، مش اي واحد يعني يقف في اي حته يقول ده الباركينج بتاعي، لا. الحمد لله. These areas must be clearly signed. يعني كل الحاجات دي لازم تبقى ايه؟ محدده وباينه وموقعه ورسميه. الحمد لله. الحمد لله. Accident incident reporting. اللي هو ايه؟ الريبورتنج اللي هو التقارير بتاع الحوادث. الحوادث. واعتقد ان في فرق ما بين الاكسنت والانسنت، بتبقى يعني ايه؟ هو هيبان هنا، هيبان هيبان. يعني انسنت، الفرق بين الانسنت والاكسنت ايه؟ نون انجوري، نير ميس دامج او ثفت. يعني الانسنت ده حادث بس ايه؟ يعني عباره يعني ما فيش تعبيره، ما فيش انجري، ما فيش جروح. نير مس دامج يعني تقريبا دامج او يعني حاجه حصلت نتيجه نسيان او نير مس لو مش واخد باله خلاص. ثفت، حاجه اتسرقت خلاص. يعني القصد ان هي ما هواش ما فيهاش اصابات جسديه او فيزيكال بروبلمز او فيزيكال دامج لاي حاجه في الانسان. طيب نون سيجنيفيكانت، ممكن نون سيجنيفيكانت تبقى سيجنيفيكانت. يعني ايه يعني نون سيجنيفيكانت؟ اللي هي سيجنيفيكانت اللي هي ملحوظه، ممكن تبقى حاجه غير ملحوظه او حاجه ملحوظه. سيجنيفيكانت يعني ملحوظه، تبقى ايه؟ غير ملحوظه. غير ملحوظه ايه بقى؟ انفستيجيشن ريبورت تو بي كومبليتد and attach it to monthly report. بيبقى ايه؟ محضر investigation، محضر كشف او اكتشاف او investigation اللي هو محضر معينه بيتكمل، بيبقى فورم خلاص؟ وتاتشت مع الايه؟ مع المونثلي ريبورت. يعني مش بقى مش بنولع الدنيا بقى ونبلغ المدير المسؤول ونبلغ مدير المطاف، لا. بقى نون سيجنيفيكانت حاجه يعني ايه؟ عاديه significant لما بيبقى الانسترنت ده significant يعني ملحوظ. ring emergency phone
to give verbal notification immediately emergency number. بيقدر رينج emergency phone. خلاص؟ emergency phone وممكن تبقى emergency siren يعني emergency siren يعني emergency ان هي لو في اي حاجه محتاجه بقى الناس تلتفت لحاجه يعني ساعات بتلاقيها اون سايت يضرب زماره خطر وبعدين يعمل ايه يضرب زماره امان بقى متقطعا يعني ايه يرجعوا سلوكه بقى ويعني الموضوع خلص. فساعات بتحصل بتثبت الشكل يعني وساعات بتتعمل التجارب ومعرفه الاكشن بتاع الناس وساعات دي ضروريه وبتبقى ايه؟ بتبقى مفاجاه ساعات بتبقى مترتبه ساعات. Incident Notification Report اللي هو ريبورت تقرير تحديد الانسيدنت الحدث فورم submitted within 12 hours to HSC manager take advice regarding report to الشركه يعني الشركه نفسها. خلاص؟ فيبقى في انسيدنت نوتيفيكيشن في خلال 12 ساعه بيبلغ عن الايه؟ عن الانسيدنت اللي هو السيجنفكت. Full investigation report to be completed and submitted to H and S manager within 3 days. يعني دي ما حصلش فيها حاجه سيجنفكت فبتبقى ايه لها ايه؟ يعني ما تولربل شويه ان بيتعمل الريبورت بتاعها بس بتبقى submitted لايه؟ للهيلث اند سيفتي مانجر في خلال 3 ايام. نخش بقى في الاكسيدنت بقى. في الاكسيدنت بتاخد فيرست ايد اونلي. واحد ماشي اتعور مسمار من خشبه من كعبل خبط في حاجه واحد شايل حاجه خبط وهكذا. فايه؟ اتعمل فيرست ايد بس اتعور له جرح ممكن غرزه لو هي غرزه خياطه او حاجه بسيطه يعني وكده. ممكن توصل لكده يعني. Investigate and include as part of monthly report. فدي لازم يتعمل لها معاينه وتبقى موجوده ايه؟ كجزء من الايه؟ من المونثلي ريبورت. يبقى first aid only يعني. طيب في الاكسنت بقى اللي هي الايه؟ attends at host. يعني في حوادث بتبقى ايه؟ بتضطر يروح المستشفى. اتعمل له الفيرست ايد بس ما يروح المستشفى. فرينج emergency phone to give verbal notifications immediately emergency number. يبقى اللي هو السيفتي اوفيسر في الموقع او السيفتي انجينير في الموقع على طول بيكلم ايه؟ السيفتي مانجر وايه ويبلغه بالايه؟ بالكيس وانها في الهوسبيتال وانه هيبس. Incident notification report Form submitted within 12 hours to H&S manager and to administration H&S due by appointed person. في خلال ما يبقى الحالة كده في خلال 12 ساعة لازم تعمل الريبورت لل HSS manager وللإيه الأدمنستريشن بتاعت الشركة بالإنسان اللي هو معين لكده يعني سواء هو سيفت انجينير أو سيفت أوفيسر أو إلى آخره او السيفت اوفيسر الموجود في الشيفت دي او في المكان ده او كده المسؤول بيبقى ايه هو اللي بيتولى هذا الكلام. Full investigation report to be completed and submitted to the H&S manager within 3 days. بيتعمل محضر معينه او فول محضر معينه او تقرير معينه كامل وعمل مدروس كويس يعني وايه ومرسل او مسلم للاتش اند اس مانجر في خلال 3 ايام. طيب هي الساعه كام دلوقتي؟ احنا عايزين نفتح شويه 9 في كنافس نكمل. هو مش فاضل كتير بس نكمل ولا 5 دقايق ولا حاجه يا محمود؟ مش محمود؟ ايوه دكتور نكمل ولا في في ولا ايه؟ كويس كويس قوي بس لا يعني ده تجاوب ممتاز. باشمهندس طماني برضو ممتاز. ممتاز. طيب هنكمل يا باشمهندس محمود. باشمهندس احمد على ما اعتقد مش كده؟ ريسك اسسمنت مش اسسمنت خلي بالك ها؟
ده مين؟ ده الباشمهندس بالإي يعني. ممتاز ممتاز يا روماني، باشمهندس روماني ممتاز، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز ما شاء الله. الله مجاهد مصطفى ما شاء الله ما شاء الله عليك. طب اتس اوكي، هنكمل هنكمل. طيب البيرميت تو ورك، الحقيقه ان البيرميت تو ورك دي اكتر حته ما كانش ينفع تتحرك في موقع الا بالبيرميت تو ورك في حته اسمها راس لافان في قطر، وده من اهم مواقع البترول، يعني في ترينز وفي في برودكشن، يعني في برودكشن وانت داخل تعمل اكستنشن، الشغل شغال، الصناعه شغاله، الفول شغال، ده اعلى سيفتي. خلي بالك يعني احنا بنتكلم عليه ده النهارده، ده المشروعات اللي فيها ايه؟ شويه مباني، شويه يعني لو مباني ثلاث اربع ادوار ماشي، لو ازاي اللي هو الشغل العادي خالص. نخلي بالنا ان البيرميت ورك ده انا يعني احد الشهادات اللي انا اخذتها، يعني اول ما تدخل بتاخد كورس بيرميت ورك تبقى فاهم وعارف كويس قوي بيتعمل ازاي والكيسز بتاعته والكونديشن بتاعت كل حاجه، وقبل ما اتوقع ليه تبقى عارف ايه وكم بيكون من الاخر. البيرميت ورك انشورز ا فورمال تشيك is undertaken to ensure all the elements of the safe system of work are in place before people are allowed to enter a hazardous area or undertake a specific task. يعني بيضمن ان في formal check، ان حصل check، ان حصل زياره وتاكيد وتمت undertaken، يعني تم تاكد المنطقه اللي انت عايز تدخلها تشتغل فيها اي حاجه. كنت بدخل مثلا اي حاجه، تعمل اي حاجه صغيره، انما في منطقه فيها مثلا ترينز، منطقه فيها مواسير غاز، وهكذا. خلاص، على فكره من ضمن الكونديشنز اللي هتلاقيها غريبه قوي، لو انت بتشتغل في 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 في, في جاس بلانت مثلا، زي برضو قلت احنا شفت هذا الكلام في 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 في, في, في قطر، مرات في مره من سعيد ومرات في راس لافان، بس هي كانت اقواهم اللي كانت في 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 قطر. انك ممنوع تدخل بالموبايل بتاعك، ممنوع، يعني الموبايل بتاعك اقل شراره تطلع منه وتولع الدنيا. واذا تم اكتشاف ان انت دخل بالموبايل بتاعك بتترفد في لحظتها، تترفد ما تخش مشروع خالص. يعني دي من ضمن الحاجات اللي يعني ايه، يعني خلي بالك ان السيفتي safety first. برضو ساعات بنقول ايه، who is responsible of the safety، المسؤول عن السيفتي زي الكواليتي بالظبط واخطر، مش السيفتي تيم. المسؤول عن السيفتي كل واحد جوه الموقع مسؤول عن السيفتي، من البروجكت دايركتور والبروجكت ليدر لغايه اللي بيشيل القهوه والشاي، كل الناس اللي في الموقع responsible of safety، they are responsible of quality. خلاص، فالبيرميت ورك ده قلنا ده بيدي لك، بيؤكد البيرميت ورك ده اسم تصريح للعمل، بيؤكد ان حصل معاينه للمكان والالمس بتاعته، وتبين ان هو ايه، ان هو سيف جدا للشغل، وده قبل ما يتم البحث عن اي حاجه فنيه، وقبل المهندس ما يروح يقول انا خلصت. لك مش مصرح انك تدخل، يتوقع من السيفتي، وبتاخده وتروح بقى تعمل البروسيس بتاعك لو انت في شركتنا ولا لا. كونفايند سبيس بيرمت ده ايه؟ احد الايه؟ التصريحات. كونفايند سبيس بيرمت اللي هي ايه؟ لو انت بتحفر، يا اما بتشتغل في حته مقفوله خلاص، اللي هي مساحتها المغلقه، كونفايند سبيس مش تبقى مقفوله قوي، يعني لو انت بتحفر في حته مثلا بعمق 3 متر 4 متر او حاجه، دي كونفايند سبيس ولها سيستم، وفي لازم واحد يبقى واقف وعينه على الناس اللي تحت، فيه
اتصال ما بينهم وفي اشارات وفي كلام، مش كده يعني الموضوع، مش كده. فالكونفاين سبيس بيرميت ما حدش يقدر يشتغل في كونفاين سبيس سواء في حفر او سواء في حتت تبقى مقفوله. ممكن مثلا في ساعات بيبقى خزانات، واحد جوه خزان كبير، فده كونفاين سبيس. ساعات بيبقى مثلا ايه تانل في بتاع سيرفيس بتاع كابلات بتاع اي حاجه، فده كونفاين سبيس بيرميت ده ضروري جدا بالنسبه للايه الاعمال السيفتي. طيب الهوت ورك بيرميت، الهوت ورك بيرميت الحقيقه في ناس بتعرفه على انه الاعمال اللي فيها حراره، ان واقع الامر لا، دي الاعمال اللي فيها خطوره ومن ضمنها الحريق. فالهوت ورك بيرميت مش الخاص بالحراره بس، يعني اي حاجه فيها مثلا قص، فيها تخريم، اي حاجه فيها جرايندينج هو الصنفره الميكانيكال، اي حاجه فيها اي شغل ميكانيكال بيطلع منه شرار او بيطلع منه لحام، انواع اللحام سواء ويلدنج سواء سولدرنج. خلاص الكرين بيرميت، الكرين بيرميت ده برضه مهم جدا، لان انت مش اي حد يطلع يشغل كرين كده وخلاص ده كرين بيرميت. كل دي على فكره نماذج موجوده من ضمن السيفتي ايه؟ السيفتي السيفتي بلان. خلي بالك الدايف بيرميت، انت ممكن تشتغل في مكان في غطس فبتبقى دايف بيرميت، محدش هينزل يغطس كده جات له غطسه نازل وخلص، لا ده لازم ياخد بيرم بالغطس، يبقى معروف هو فين ورايح فين وجاي منين وكان من اول لاخر، مش اي حاجه. في الالكتريكال بيرميت لما تكون شايف ايه في حته فيها كهرباء ويعني حوادث كهرباء برضه بتبقى مش خفيف مش حلو يعني، ودي كل يعني لما يعني الكلام فيها برضه غير انك لما تحسها وتحصل معاك يعني. انا حصل معايا زمان بعد 73 73 ويوم جمعه وما كناش في الموقع وبتاع، واحد دخل اشتغل منقار وما كانوش فاصلين الكهرباء الله يرحمه، يعني دي حادث الوفاه اللي انا يعني ايه عدى عليا في حياتي يعني، طبعا ما انساهوش يعني. طيب فدي ايه انواع البيرمتس، ده البيرمت وورك ومعايا كمان ايه دول شويه الايه البيرمتس دي. طيب الجراوند كونديشن اول اكسكافيشن ديب اللي 1.2 مترز ماست هاف ميجرز تيكن تو بريفنت سايد وول كولابس، اكتر من متر و20 لازم يتعمل كل البريكوشنز عشان الحيطه ما تقعش، يميل بقى يعني يسقط يعمل عروق يعمل بونتي يسند بستاير باي حاجه. ال 1.2 متر ده الايه؟ ما تحفرش زياده عن كده، تعمل كل الميجرز كل الاجراءات ان ايه؟ ان الحيطه ما تقعش او ما ينهارش عليك يعني. سوري خلاص. طيب الاتموسفير all excavations deeper than 4 meter or where ground conditions have been identified a possible gas risk must be gas tested prior to work commencing and may require continuous gas monitoring. الاتموسفير اللي هو الايه؟ الجو خلاص. اي حفر اكثر من 4 متر خلاص، والظروف الارض او الشروطات بتاعت الارض متحدد فيها ان في احتمال يكون في غاز، لازم نشيك على الغاز بالتسترز قبل بدايه الشغل، وده احد الحاجات برضو اللي تعتبر ايه هوت ورك بيرميت. احتمال الغاز لازم يتعمل ايه شيك الاول، عشان كده الورك بيرميت مهم جدا
يعني انت جاهز بالريسورس بتاعك بالعمال بالمواد بكل حاجه من واخدها، لكن الموقع نفسه اللي انت عايز تدخله ما هوش سيف، فالشغل ما ينفعش. طيب عشان كده لازم ايه ترتب الكلام ده، يعني في حل برامج الزمنيه في الحاجات دي تبقى يعني ايه فاليبل شويه. طيب الجراوند ووتر، جراوند ووتر ماي افكت ذا سايز اوف اكسكافيشن، اكسترا كير ماست بي تيكن. اما يبقى في مياه جوفيه، المياه الجوفيه طبعا بيبقى في ديزاين معين، ساعات بنفضي المواد بنعمل لورنج للمياه الجوفيه سواء بالويل بوند سيستم اللي هي المخارطيه او بتصير بتغطس لغايه تحت نحفر بيها بنسحب الميه بماسوره بهيدر فوق، وبنخلي ايه الجراوند ووتر ليفل ينزل خالص عشان نشغل على الناشف، او في حاجه اسمها الايه الديب ويل اللي بندق مواسير جوه في الموقع بحيث ان احنا ايه نسحب الميه منها وبتبقى ايه بتنزل ال الجراوند ووتر خلاص. فالميه دي ممكن تاثر على ايه على السايز اوف اكسكافيشن، لازم اكسترا كير ماست بي تيكن، لازم نخلي بالك الجراوند ووتر، الجراوند ووتر لما في حتى بتنزله بيبقى موجود عندك بره قبل جوانب الحفر، وانت منزل مواسير او بتاع ممكن الميه الموجوده يعني خط اللاين بيبقى جاي عامل كده جاي كده كده اهو كده، فهو بيبقى موجود ايه في الخلف ماشي. طيب edge protection، all excavation must have edge protection with warning signs and illuminated with yellow flashing lights. اي حفر لازم يبقى له edge protection، يبقى متحوط بايه بحائط بسور بقى فاصل بقى، تعمله خشب قوي ماشي، تعمله بحديد ماشي، بس لازم يبقى ايه يعني مثلا ارتفاع متر و10 ولا حاجه ومتر و20 عشان ايه عرض. دي واحده. الحاجه الثانيه بيبقى فيه ايدج بروتكشن وورنينج ساينز، بيتعمل بروتكشن للجناب كده ممكن تتملى خشب تعمل في النص خلاص، وبيبقى معمول وورنينج ساينز. يبقى في warning signs وايه و illuminated with yellow flashing lights، وبيبقى فيه على السور ده warning light يعني لمبات صفراء، لمبات صفراء وطلع وتطفي عشان تبقى ايه تبقى باينه. المينز اوف اسكيب، there must be minimum of two escape routes، لازم يبقى في على الاقل two escape routes، يبقى عندي معروف ان انا هو طريق واحد بدخل منه بطلع منه هو الى اخره، لا يبقى عندي طرق ازاي في حاله المشكله او حاله الطوارئ ان في ايه هروب يعني. البلانت اند اكويبمنت، بلانت اكويبمنت دي بيعني ايه؟ كل ما هو معدات او في السايت. بلانت اكويبمنت اوبريتورز ار تو بي اوثورايزد تريند اند هاف ذا كوركت برضه كي اس اي لايسنس، فضحنا نفسنا لان دي فعلا عملتها في السعوديه، عملتها في السعوديه يعني. طيب دي اخر مره في السعوديه انا بجد معموله كذا حته، اصل دي يعني ايه ده الحد الادنى اللي مفيش حاجه اسمها مهندس ما اعرفوش. عشان كده انا سالت في الاول خالص هل حد عدى عليه؟ ما يعني خلاص. بلانت اند كوربت اوبريتورز ار تو بي اوثورايزد تريند اند هاف ذا كوركت كيس ايراشنز. كل السواقين بتوع البلانتس المعدات والادوات اللي في الموقع، كل السواقين كل الاوبريتورز كل المشغلين لازم يبقى معاهم رخص رسميه. ما ينفعش اسمها انا اشتغل جوه الموقع معيش رخصه سواق، ما ينفعش.
او رخصه سواقه ونش ما ينفعش، او رخصه سواقه جرار ما ينفعش، لازم معاه رخصه رسميه من الدوله. غير بقى اختباره بقى جوه الموقع، واختبار ايه؟ وتدريبه على السيفتي جوه الموقع وطريقه تشريف الموقع. All plant without rigors are to use sole pads of an appropriate size depending on size of plant under all extended leg. يعني ايه الكلام ده؟ في معدات كثيره جدا بتيجي تقف في حته ويبقى عليها تحتها ركايز خلاص او تريجرز، فدي بيبقى لها ايه؟ تعبانات تحتها منصات كده تبقى على عليها بحاجه مناسب تحت كل الارجل اللي الناس، يعني مش رجل تيجي على تراب ورجل تيجي على رمله ورجل تيجي على اسبار، لا دي بتعمل حاجه يعني ايه ثابته وكويس عشان الرجلين دي كلها تبقى ايه؟ تبقى عليها. اوكي؟ كرينز كونكريت بامبس اتسترا ماست بي بوزيشن اون ستيبل جراوند. الكرينز اللي هي اللوناش والكونكريت بامب، عارفين كونكريت بامب؟ كونكريت بامب اللي بتاخد الخرسانه دب 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 تعمل ايه؟ بتاخد خرسانه وتضخها عشان توصل ايه للمبنى، واحيانا بامب توصل البامب عشان تطلع الخرسانه فوق، زي يعني اللي بيفكر في مع برج زي برج دبي، مش برج دبي حتى الامارات العاديه كان بتحصل احيانا انك بتطلع من بامب لبامب بتبقى حاجات عاليه او لو في مواسير بقى تطلع في مواسير خلاص. must be positioned on stable ground، لازم الحاجات دي تقف على ستيبل جراوند لان دي القوه بتاعتها اللي هو الثراست، الثراست اللي طالع ده بيبقى قوي جدا جدا. barriers must be set up around the ridges of the crane while others do machine. لازم يتعمل باريرز، يتعمل اسوار حوالين دايره الكرين، يعني الكرين نفسه له دايره معينه لازم حواليه ما حدش يدخل يدخل ويطلع، كان بيقول ما في حواليه ايه زي سياج كده ونتعلم عليه ومحدش يدخل ومحدش يتحرك. All static plant must be positioned in a drip tray to prevent ground contamination. ما في اي static plant يعني لو انا عامل محطه خرسانه عندي في الموقع لازم احطها في مكان واراعي ان المنطقه مجهزه عشان ما تلوث الارض، اعملوا اشرط خرسانه تبوظ الدنيا تعمل يمين تعمل شمال ميه اتفتحت اتعملت، لا ده يبقى في نوع من الايه من الترتيب عشان الحفاظ على النظافه والحفاظ على ايه على المحتوى والحفاظ على البلانت نفسه. All static plant must be positioned in the انا كنت بقول عليه. All mobile and static plant must have a fire extinguisher. اي معده متحركه او واقفه لازم يبقى فيها ايه؟ اطفاء حريق اللي هي البامب اللي هي بتاعت الحريق. تمام؟ طيب الكريج اوبريشن هنا بقى اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، بنقول الكريج اوبريشن ده مش كده، مش لعبه وخلاص، دي معلومه مدروسه. في حركات كثيره فيها، في حاجات كده في حاجات كده في اثنين مع بعض في كده كده في كده، يعني في لغه اشارات بحيث ان في الكرين اوبريشن فوق حتى ولو في اللي هو اللي كان زمان اعتقد هو موجود لغايه دلوقتي، بس في حاجة ناس كتير بيمنعوا اللي هو الريديو سيستم اللي هو لو بيبقى شغال جوه الموقع، يعني كده محطه صغيره كده في المكتب وكل واحد معاه جهاز من الناس اللي هي من جوه الموقع. دلوقتي بيشتغلوا معانا بالموبايلز والكلام ده كله والاخر، لكن ده حاجه يعني ايه الناس بتقول بقى ده التجسس والكلام اللي هو كلام اللي ملوش عازه لازم بقول في الفلاحي. All lifting operations to be under the control of an appointed person. كل عمليات الرفع لازم تبقى تحت كنترول، كنترول هو الرقابه بتاع
إنسان محدد وفاهم ودارس. Banks man are to be trained and appointed in writing, qualified to recognize standards. They will wear a high vision orange vest. Banks man اللي بيبقى ايه؟ يبقى واقف تحت للكرين يقول له بقى فوق تحت. زمان كان في حاجه اسمها بيره صغيره صغيريه يعني شد شويه هكذا. يعني في لغه اللغات في لغة في بتبقى بالاشاره وفي بالايه بالصوت وفي بالايه انا قلتها قبل كده اللي هي مش تليفونات رسمية لا اللي هي يعني جوه الموقع يعني كوميونيكيشن مع بعض بتليفونات موقع يعني وبيبقى لو لابس لبس مخصوص اللي هي الايه بيبقى الاورنج هاي اورنج فيست فيست اورنج اللي هي شكل اورنج لميع وكده ولميع وواضح ان ده اللي مشغل الكريم. Security of the load to be checked and tag lines attached prior to the lifting operation taking place. الوش ده له حمل اقصى حمل لو الحمل تشغيل المفروض ان الحمل اللي هشيله الونش ده نبقى متاكدين منه قبل ما نطلعه. ما ينفعش مثلا اقصى حمل في شيلوه الونش ده مثلا 50 طن اخليه يرفع 55 ما ينفعش. لا لو انا بقى يعني براعي نفسي وبراعي شغلي اخليه يشيل 45 خلاص. فلازم يبقى في سكيورتي للود لازم اشيك عليه ويبقى له تاج لاين يعني عليه علامه ان ده خلاص ده تشيك وده وزنه كذا 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 قبل ما الليفتنج اوبريشن ناخد تكبيس. ودي ده علم خلي بالنا ودوره طبعا انا مش كواليفايد ان انا اديها او من ان انا اديها ولا فكرت عمري اديها. دي حاجه ايه متخصصه في السيفتي ومش كل السيفتي حتى. طيب سيف وركينج ات هايت دي بقى ايه؟ هنقول دي من اهم الحاجات اللي هي السيف وركينج ات هايت او بص الكلمه كنا بنقول عليها there is no safe height to fall from. ما فيش حاجه اسمها ارتفاع امن للسقوط. ممكن يحصل يسقط من 2 متر ينزل ميت خبط في دماغه خبط في 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 في, 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 في حته في قلبه دخل فيه حاجه خرمت له مثلا قلبه يعني ايه. ما فيش حاجه اسمها سيف هايت. انا رجليا مش على الارض يعني انا ايه دي يبقى انا working on in height. لازم تبقى سيف. Work that cannot be done from the ground أو كلام الأولى. Work that cannot be done from the ground means working at height, which requires a safe work platform suitable for the task. يبقى دي محتاجة لإيه؟ safe work platform. Platform اللي هي المصطبة أو platform اللي هي المصطبة أو يعني حاجة خشبية معدنية إن يبقى إيه؟ تبقى suitable للتاسك إن أنا واقف عليها. فعليها مثبت ولابس سيفتي هارنس. زمان خلي بالنا برضه عشان برضه بقول لكم معلومه عشان برضه دي بتدي كونفرميشن او بتدي احساس ان انت شغال وعارف وفاهم. كان زمان في سيفتي بيلت بس يعني مجرد ان هو حزام حوالين البيلت حوالين الوسط وماشي ومتعلق ويتعلق. ثبت انه في منتهى الخطوره لان لو هو متعلق فوق ووقع الحزام ده ممكن يسبب في انذار ويتكسر اثنين وتبقى بقى اقذر من الموت. عشان كده بقى اسمه ايه سيفتي بيلت سيفتي هارنس. الهارنس ده يبقى ماسك جاكيت بالكامل مش جاكيت يعني سيور راسيه افقيه بحيث ان لو حصل ان فك ولا حاجه. وطبعا الركن بتاع السيفتي هارنس يبقى متعلق في حته بقوه يعني مش يعني حاجه تاخده وتنزل لا تثبت تثبيت قوي جدا خلاص. يبقى كده بالحاله الهارنس مش ما فيش هيكسر ظهره ولا هيعمل اوكي. Work that cannot be done from the ground means working at height. اللي كنا بنقوله ما فيش حاجه اسمها working at height. هايت يعني مثلا لازم يبقى 10 متر ولا 20 متر ولا 30 متر لا. Which requires a safe work
بلاتفورم صفر للناسك. طيب احنا قربنا لفين؟ اتفضل على حاجه كده. Appropriate access must be provided. يبقى ايه؟ يبقى access اللي هو المداخل او المخارج، ما access اللي هو ادخل او مخرج يعني، لازم يبقى appropriate سليم ومظبوط. Full body harness with shock absorbing lanyard may be required. يعني بيبقى الـ الحبل نفسه shock absorbing. يعني يستحمل اي ايه؟ اي شوك ابزوربر، يعني يستحمل اي بيمتص اي شوك نقط ايه، يبقى هو بيلم نوعيه طبعا معينه من الحبال. الورك بلاتفورمز must be kept clear for access materials and tools. الورك بلاتفورم لازم يبقى ايه، نظيف جدا، ما فيهوش اي مواد زياده ولا في اي ايه معدات زياده او المدرسه. الاوادين بقى الشواكيش المسطرين الحاجات اللي هي بتاعت الشغل يعني. Never throw material or tools down from height. اوعى ترمي اي ماتيريال او اي طول من الهايت. ليه بقى؟ انت لو حذفت مسطرين من فوق لتحت ده ممكن يقتل. مسطرين بس، مسطرين ده وزنه يعني مش عامل ربع كيلو. ممكن يقتل لان بياخد انرجي، لو وقع على راس حد كده بسيفه ولا حاجه بعد الشر خلص. يبقى never throw material or tools down from height. Edge protection must be provided. لازم يبقى فيه الحمايه اللي على الـ على الـ على الادج، على الجانب المكان اللي بتشتغل فيه يبقى فيه حمايه. Running line must be used at the leading edge. يبقى فيه running line يعني خط يعني بيستخدم كايه؟ كعلامه للحرف يعني، حرف بتاع الشغل. Anchor points must be strong enough to take the weight and the work. انت بتبقى لابس السيفتي هارنس، لازم يتعلق في حاجه ثابته. يا اما مسمر فوق جامد مثلا في حته، يا اما انت طالع على سكافولدنج قوي جدا وعارف مع حد حاجات معينه له. لازم يبقى عارف، والا يعني ايه لو هعلقه في حاجه ضعيفه يبقى انا ما عملتش حاجه. يبقى ايه؟ ان هي تو تيك ذا ويت اند لودنج، ان هي حاجه قويه جدا مرموق بشكل قوي في ايه؟ عشان الوزن او الايه او التحميل بتاعه. Openings must be covered or guarded. لو في اي حاجه مفتوحه، سقف اسانسير، سقف منور، سقف اي حاجه لازم يبقى ايه؟ يا اما متغطي يا اما معمول له جاردت، معمول له العيال داير ما يدور يعني، زي الدرابزين كده داير ما يدور. لو مش عامل له كفر، بس انا بفضل يتعمل الاثنين، والكفر بتاعه ما بيبقاش صعب يعني. بتعتمد على التشغيل بتاع الموقع، اللي انت ممكن ده بيشتغل معاك كل يوم بقى، انت بتعمل له ايه؟ الجارد ريل او حواليه. لو انت مش هتشتغل عليه تحط له كفر، الله المستعان. دبلز فان اور جاردز من بين الكوارتر. الدبلز اللي هي احنا قلنا ايه، اللي هي المخلفات. خلاص المخلفات دي ممكن تتعامل ب ب في 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 مواسير او في اي حاجه ان انا ايه انزلها منها على مكان معين. ممكن ساعات بيحط ايه مراوح تزق الكلام ده كله، لو انت بتحط ورقه او بتحط حاجه تبقى ايه مراوح بتزق ان هو يمشي يجري بسرعه يعني. تو تير وركينج از بروهيبيتد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش اشد حاجه من مكانين. تو تير وركينج يعني بشد حاجتين مره واحده، ده ممنوع، يعني ممنوع منع بتة. طيب سكافولدينج اوفر 50%، ده كنا الكلام ده في الاول، اوف اكسيدنت ديث in the construction industry are due to falls. 50%، انا زودت على الرقم ده بس هو قال اكثر من ده بقول يعني، بس هم يا برضه ايه، هو الناس برضه مش عايزين يعني يخوفوا الناس قوي، ان 50% من، و 50% مش قليل، من الاكسيدنت ديث، من حالات الوفاه في construction industry
بتحصل نتيجه ايه؟ الوقوع. Incomplete scaffolding will have signs displayed. في scaffolding حاجة اسمها tag. في red tag في green tag. لازم. في ناس بتبقى متخصصة في scaffold اللي هي السئلات اللي حوالين المبنى. خلاص؟ فاللي بيعمل ايه؟ بيعدي بيشيك عليها على العناصر بتاعتها بيشيك على كل حاجة فيها لو لقاها سيف وكاملة وكل حاجة يروح عامل ايه؟ يبقى فيه جرين تاج كارت كده ابيض اخضر وماسكه وربط كويس قوي يبقى ده في جرين تاج ومعروف مكانه فين ومسجل عليه تاريخ اللي هو عمل فيه ايه؟ التشيكنج والجرين تاج ده لان هو له مده شوف اثنين ثلاثه بقى يعني له مده يقول لك عليه طبقا للايه للمشروع وطبقا لنوعيه السكافولد وكانه بالاخر. If scaffolding is incomplete it must not it is incomplete it must not be used. لو هو ما كملش ممنوع يشتغلوا عليه. عادة اوف الله ينور فرانس رومان ان شاء الله عليك. طيب يعني لو استفل ما خلاش خلاص يتقفل سد تعمل له مقص وبتاع ان ما حدش يدخل من هنا يعني لو حد دخل من هنا بقى يبقى مسؤوليته ماشي وتحط الايه الريد تاج ان ده خطر محدش يستخدمه. طيب scaffolding must only be erected or altered by qualified scaffolders inspected and tagged after erection alteration and every 7 days كان باين لنا بقى ان الايه ان السكافولدز بتتبنى وبتتراجع وبتتصين بايه؟ بمتخصص. خلاص؟ وانسبكتد والتاج اللي كنا بنقول عليه دلوقتي في الجرين تاج والايه؟ والريد تاج يعني كل 7 ايام. والله هو 7 ايام دي تبقى يعني انا شايفها مسافه طويله مع المواقع بتاعتها يعني. خلاص؟ All tower scaffolds and scaffolds will have ladder access. اي تاور سكافولد لازم يبقى ايه؟ عنده ladder access، يبقى عنده سلم. السلم بيبقى سكافولد كده والسلم وراه. السلم بيبقى ايه؟ ما بيتعمل سلم عادي، سلم درجات عاديه وبسطه، وبعدين سلم تاني كانه سلم بتاع عماره. ماشي؟ بعدين all tower scaffolds and scaffolding will have double guard rails and two boards. لازم قالوا ايه؟ 2 guard rails يعني ضرابزين يمين وضرابزين شمال. خلاص؟ والتوب guard rail 1.15 متر وميد guard rail 76.5 سنتي مل يعني 675 متر. يعني واحد على ارتفاع 100 جدريل على ارتفاع 6.5 وعلى ارتفاع 1.15 والهايت اوف تو بورد في تو بورد فوق عشان ايه يمسك فيها سواء التو بورد دي بقى يعني دي خشب بقى 150 او اي حاجه بتبقى بايه بتبقى ايه فوق عشان تبقى يعني عشان يعني يتمسك فيها بقى بحق. وبتتعمل برضه احاديث احيانا طبعا بقى يعني ايه. طيب هنا بقى خلينا نبص على هنا في موقف يضحك خلي بالك. اولا شكله مشروع كبير. شايف دي عامله ازاي؟ ولا واقف على اي حاجه. ولا على اي حاجه. يعني دي ممسوكه بايه؟ بده ادي واحد هنا اهو. خلاص؟ وواحد هنا اهو. ده انتنشن. فده اي حاجه كده يعني دول هيشتغلوه او كل حاجه لكن ده خطر جدا ما ينفعش تعمل كده. وده اللي بنقول عليه. لازم نهتم بايه؟ بالسكافل. طيب اللادر تشيك. طيب هنا بقى السلالم انت بتحتاج سلالم في الموقع. خلاص؟ لادر سيتابل فور بيربز فور اكزامبل اللينث يعني السلم لازم يبقى ايه؟ مناسب للايه؟ للي هيتعمل له.
اللينث بتاعه مناسب، انا بطلع بيه من دور لدور يبقى ايه؟ لو انا الدور مثلا 3 متر هطلعه مثلا متر تاني فوق، يبقى يتحسب على ميل 1 ل 4 او ايه من تحت اهي، سيت اوف انجل اوف 75 درجه اللي هي 1 اوت 4 اب، يعني تبعد عن الحيطه مثلا متر ويبقى ارتفاع الحيطه ايه 4 متر، يبقى الميل بتاعه كده ايه؟ 1 اللي هو 75 درجه يعني. And extends 1 meter above the landing، ولازم يطلع متر فوق اللاندنج اللي هيقف عليها، هيقف عليها اهو، يعني في 4 متر عشان توصل لللاندنج ومتر يطلع فوق اللاندنج. طيب no broken wall loose or missing parts، يعني السلم ده ما يبقاش فيه حاجه مكسوره او متاكله خلاص. او باليه يعني، او مفكوك او لوس او ايه، او مفقوده او منسيه. دي اربع حاجات نقط مهمه جدا. set on firm base and support securely، قاعد على قاعده قويه وايه ومسنود بامان. site home made ladders are not permitted، يعني ما فيش انا في الموقع بقى وشغال مشروع مهم واقعد اجيب عروق وشويه تتظاهر ادقها بقى واعمل نفسي شاطر واعمل هذا الكلام، هذا الكلام is unsafe. هو ربنا صراحه بيسترها كتير، بس عشان احنا ايه؟ عشان احنا غلابه يعني. انما في اي مشروع ما ينفعش حاجه اسمها ايه؟ في الشغل الجد يعني. او بيت عمل سلم وقت كده بنبني حمام سباحه، عايز تنزل عايز تطلع عايز تعمل حاجه صغيره يعني. انما تعمل لادر هم ميد لادر، شوية مصامير وشوية بتاع، ما ينفعش خلاص، مش 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 مصرح بيها يعني. لاش هتلاقي السيفتي لازم بس ما يوافقكش عليها. لاش ات توب اور ات جراوند ليفل يوزنج سيتابل ستيكس، يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثبت فوق او تحت، او على مستوى الارض يعني، مثبت على مستوى الارض كذا ايه باستخدام ايه؟ اوتات ستيكس، اوتات مناسبه مسبب مبقوق اوتات في الارض ومتصمر فيها، يعني يبقى ايه ما فيش احتمال 1 في المليون هو يتحرك او يعمل لان الوقعه بنهايه يعني. ست ان انجل كده احنا قلنا على كام اللي ايه واحده ايه، ادي سلم اهو عشان يعمل كده، اعمل سلم اهو تفهمش ربطهم هنا ازاي واحطهم هنا ازاي، وادي ايه طبعا ده ان سيف 100%، واظنش حد بتاع السيفتي ممكن يعني يوافق عليه خالص. طيب الميز الكتريكال ديستريبيوشن، خلاص احنا قدامنا ثلاث سلايدز ولا اربع سلايدز. الكتريكال ديستريبيوشن دي من الحاجات الخطيره جدا، خلي احد الحاجات الهامه جدا مهمه جدا، ولازم بتاع السيفتي يخلي باله منها ان هي، او الناس كلها تخلي بالها منها مش بتاع السيفتي. الوصلات بتاعت الكهرباء، ولا ما ربنا هيوصل يروح فاكر الوصله دي ومحبطها كده وخلاص، ولو عملها بشكرتون يبقى كتر الف خير، ويقول لك ايه ربنا هيوصل. طبعا ربنا بيوصل كل حاجه، لكن مش كل مره ايه سيستم الجره زي ما بيقول. يبقى تبقى لوكد اند سكيور، مقفوله ومؤمنه خلاص. بيبقى عليها كده الالكتريكال سيفتي، لازم اتست في كده تاج كده تيستد تتحط عليها تيست تاج اون انستاليشن. لما انا عملت الانستاليشن بتاعها عملت لها ايه تاجنج ان دي تيستد اهي ولغايه كام خلاص. طيب الكتريكال سيركت بريكرز ار فيتد ان اول ديستريبيوشن بوردز، كل الديستريبيوشن بوردز اللي عندك عليها اللي هي ايه سيركت بريكرز، اللي هي سيركت بريكرز البريكر اللي ايه يسموه كوبس يسموه ايه سيركت بريكر اللي هو قاطع للسيارة، يعني لو سيارة الي ووتي عمل يبقى ايه بيقطعه، بيبقى فيه سلكه، بيبقى فيه ايه. احنا زمان كنا بنقعد نحط له سلكه رفيعه كده، كان دلوقتي سيركت بريكر جاهزه يعني. يبقى سيركت بريكرز ار فيتد ان اول ديليز،
كل الديبيز اللي موجوده عندنا اللي هي الديستريبيوشن بورد يبقى فيها ايه؟ الكتريك ايه؟ سيركت بريكرز، يعني الكابل جاي معمول له السيركت بريكرز بتاعته ومنه طالع الوصلات بقى عشان ايه؟ تشتغل على كل حته، تتوزع بقى على بقيه الحته في تشتغل. All main DBs are permit to work zones. كل المناطق اللي فيها ديستريبيوشن بورد كهرباء دي permit to work zones. ما تنفعش تشتغل فيها اي حاجه من غير ما يكون معاك ايه؟ permit to work قبل ما تشتغل وقبل ما تحضر وعمال اي حاجه. لازم السيفتي يعينها ويشوفها وايه؟ ويدي ريبورت الحته دي تنفع تعملها عليها ان شاء الله. البورتابل الكتريكال تولز. All electrical equipment must have regular recalled maintenance by qualified electrician. كل المعدات الكهرباء لازم ايه؟ regular recalled maintenance. بيعدي عليها يعني المفروض ان في فورمز موجوده مع الـ مع الـ مع الكواليتي او السيفتي سيستم مع السيفتي بلان او السيفتي مانيوال يعني هو مع السيفتي بلان بتاع الـ مع الـ بتاع المشروع يعني اللي مكتوب ازاي بقى تعمل ايه الـ كل الكتريكال اكويبمنت بتعمل له مينتنس بتعمل له امتى بتعمل له مين بقى كواليفايد الكتريشن تشيك سبلاي كيبل فور كاتس سبليتس اور دامج دايما يشيك على هل الكابل اتقطع اتسلخ منه حته او ايه او باظ انجل جرايندرز كارتج اوبريتد تولز اتسترا اوبريتورز ماست بي سيرتيفايد كل اللي بيشتغل بالانجل جرايندرز اللي هي الحاجات القطاعات الكهرباء الانجل جرايندرز اللي هي يعني اصل جرايندر دي مطحنه يعني يا اما بتصحن يا اما بتطحن خلاص مش كهرباء وكارترج اوبريتد تولز اي معده بتحتاج كارترج شغل لا خرطوشه بتشغلها الحاجات دي كلها اوبريتور ماست بي سيرتيفايد لازم اللي بيشغل الحاجات دي كلها بيبقى ايه؟ سيرتيفايد يعني مؤهل اللي بيشغل يعني مش ده كمان يبقى سليم لا والاوبريتور نفسه يبقى سليم واللي معاه سيرتيفيكيشن وحتى اللي معاه سيرتيفيكيشن بيتم اختباره مثلا كل كام شهر او ست اشهر ولا حاجه عشان يعرف ان هو لسه ايه ستيل كيبل ان هو يدير هذا الكلام وعمله وما تسويش يعني. امشيو بلاج از اوف كوركت تايب يعني اتاكد ان البلاج من نوع كويس خلاص اندمجت اند سكيورلي كلامب تو كيبل وايه ما بص وايه كلامب للكيبل مظبوط ومربوط في الكيبل صح only 100 volt power tools to be used on site ما تزيدش الفولت بتاع اي جهاز في الموقع على 110 فولت اللي هو ايه يعني اقل حاجه في التيار متردد ما تعملش بقى حاجات عاليه بحيث ان يعني ايه ان اقل مشكله او اقل خطه بتجيب اجل يعني شفنا ناس قبل كده ضاعت في كابلات بس مش انا الحقيقه مش انا طيب التمبوراري لايتنج اللي هي الايه؟ الـ الـ الاضاءه المؤقته from dusk to dawn from dusk to dawn يعني ايه؟ من ايه؟ من الغسق الى الفجر من الغسق الليل يعني بتبتدي من بعد المغرب كده شويه لغايه ايه؟ من غسق الفجر لازم يبقى في اضاءه مؤقته في المناطق الاتيه فين بقى؟ الورك فيس اللي هي واجهه المشروع يعني ما ينفعش واجهه المشروع تبقى ايه؟ تبقى ضلمه ولو عايز رايي السران بتاع المشروع يعني يمكن الواجهه يبقى من مضاءه يعني بشكل قوي لكن الباقي يبقى فيه ايه؟ اضاءه يعني معقوله يعني طيب الاكسس ويز طرق الوصول للاماكن يعني بيبقى فيه ايه؟ زي ما قلنا برضو البروجكت كنا عاملينه ممكن تيجي لك عربيات بالليل اي حاجه يجي لك خشب يجي لك حديد ممكن تصب خرسانه بالليل فيبقى فيه الاكسس ويز تبقى عندك اضاءه في الاكسس ويز دي
الجنرال سايت ارياز بقى مناطق الموقع العام، مستوصف، مخازن، اي حاجه من هذا. طيب الفاير بريفنشن اوف كونستراكشن سايتس، خلاص احنا ميرلي خلصنا يعني سايت ولا اثنين. الفاير بريفنشن اون كونستراكشن سايتس اللي هو ايه؟ بريفنتنج الفاير، يعني الحاجات اللي تخليني تمنع النار من ايه؟ من مواقع الكونستراكشن. A majority of fires on construction sites are caused by hot works. ماشي، هنقول hot works هي مش hot permit. ال hot work permit اللي هي الايه؟ اللي بس hot works اللي هي hot works بقى بحقيقة بقى. This includes such activity as grinding اللي هي ايه؟ اللي هي ال grinding اللي هي ال ال to grind اللي هي بتصنفر، يعني بتصنفر حديد، بتصنفر اي حاجه بمكان يعني خلاص. الكاتنج لو تقطيع، سولدرنج اللي هو اللحام، الويلدنج اللحام برضه، بس الويلدنج لحام ب اسمه ايه ده، ولحام برحام يعني حديد في حديد مثلا وفي سلك لحام. السولدرنج ده بيبقى بايه؟ بسيح الحاجات في بعضها يعني. البريزنج او دي اعتقد دي بالكهرباء، ودي بال اسمه ايه ده؟ بالاوكسيسيتيلين. البريزنج بقى اللي هي الايه؟ التحضير بتاع الكلام ده كله من الاخر. طيب simple measure can be taken to prevent these fires. في قياسات صغيره او معايير صغيره لازم ناخد بالنا منها عشان ايه؟ prevent the fires، يعني امنع حدوث الفاير، مش بقاومه ولا امنع حدوث. هاوس كيبنج تبقى اضافه 100%. يبقى اعتقد ان الموقع كل مكان حديد من هنا ورمي هنا وخشب هنا ونش واقف هنا ومش عارف ايه وحاجات من هنا، ده بيدلل ان الموقع ده غير مدار كويس بالمره. وعلى فكره دي من اوائل الحاجات واهم الحاجات اللي بتثبت لاي حد ماشي في المشروع ان المشروع ده مدار صح او مش مدار صح، والكونستراكشن مانجر اللي فيه صح او مش صح، والكوتش مانجر اللي فيه صح او مش صح. يعني اول علامه انا داخل الموقع واقف على البوابه بيتقال لي، لو انا وزير الدنيا بحالي، لو سمحت الكارنيه بتاعك، البطاقه بتاعتك، يحافظ على البطاقه بتاعته عنده خلاص، ومعاك هيلمتس، معاك لا ما معيش، طب اتفضل حضرتك ادي الهيلمت اهو، رجاء حضرتك وانت خارج تاخد البطاقه تسال الهيلمت ده مثلا والشوز. ساعات بيبقى ايه خواطر بقى بيسيبوه الكلام ده ويمشي. طيب هاوس كيبنج removal of rubbish and other combustibles، يعني ازاله الربش اللي هو الربش اللي هو بواقي خشب، بواقي ورق، بواقي اي حاجه، والاذر كومباستبلز الحاجات اللي هي قبل الحرق. moving hot surfaces away from flammable surfaces، ال hot surfaces اللي هي المسطحات السخنه، ابعدها بعيد عن اي حتى حاجه ما قابله للاشتعال. يعني ما اجيبش hot surfaces احطها على خشب او على ورق او على كرتون او على اي حاجه، لا لازم ابعد اي حاجه سخنه كنت بعملها، ابعد عن اي حاجه ايه؟ حاجه قبل الاشتعال. Always have correct fire extinguisher near by when carrying out hot works. لازم يبقى جنبي correct fire extinguisher. يعني ايه hot fire extinguisher؟ في انواع كثيره من الشيء، مش اللي هي extinguisher وخلاص، لا في حاجات بالبودره، في حاجات انواع كثير جدا. فيعني ايه؟ كل حاجه لها حاجه. يعني الحريق بتاع الورق غير الحريق بتاع الخشب، غير الحريق بتاع الكيميكالز، كل حاجه لها صنف. وطبعا اللي يتخصص بقى في اعمال السيف الكلام ده كله هيعرفه. هل الحاجه من الارميه دي كلها كانت في دماغنا؟ يعني هي مش شغل بس طبعا ايه؟ يعني بعد ال 25 ده مش سر يعني، في حاجات بننساها يعني. طيب personal protective equipment دي بقى ايه؟ اهم حاجه اللي خاصه بمين؟ بالانسان نفسه. اضف الحاجات اللي هي ايه؟ اللي هي
هتحافظ عليا. بي بي اي ماست ميت يوروبيان ناشونال او بيت ستاندردز او الانسي اللي هو الامريكان ستاندردز. يعني البي بي اي دي لازم تبقى ايه؟ تبقى يا يوروبيان نورمز يا البيت ستاندردز يا الامريكان ستاندردز. ده اللي يمكن بنصنعه نروح نشتري نوع كده اي كلام وخلاص، وده اقل خبطه فيه هتكسره. انما ده فعلا من الاهميه لدرجه لا يتخيلها احد. ده مش مجرد انا بلبسه عشان ادخل السايت وخلاص، يعني ما هواش ايه اجراء، لا ده اجراء وقائي حقيقي. لان اقل حاجه، اقل مسمار يقع من 5 6 ادوار بيجيب اجل الانسان على طول يعني. فما رايك مبالغ بقى في مثلا اي حاجه تقع زلط وتقع دماغ طلقه. طيب وادي الايه؟ ادي السيفتي بوت. السيفتي بوت ده يبقى فيه هنا اهو، هنا كده جوه النعل ده يبقى فيه بليت، سول بليت يعني حديد، عباره حته حديد على قد يعني حديد صلب جوه مظبوط جوه الايه؟ النعل ده خلاص. بالاضافه طبعا في هنا تو، هنا جايه بيبقى فيها ايه؟ تو دي طبعا حديد برضه، بحيث ان يعني ايه؟ ان البوز ما يبقاش، بوز الرجل ما يبقاش معرض لاي خبط او اي حاجه، لان طبعا بيبقى الصوابع دي معرضه اي خبط اي حاجه بتبوظها، وهنا اي مسمار يدخل اي حاجه، فممكن تروح تلاقي مسامير داخله كده كتير هنا، انما ما حصلكش حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. بالاضافه بقى ايه؟ في ساعات بيبقى شوز عاديه، في ساعات بتبقى دي هاف بوت، يوم بتبقى بوت اكبر من كده وهكذا. Minimum requires for all persons on project are steel toed shoes. Steel toed shoes يعني تقول ايه؟ التو اللي هي الايه؟ الوجه ده. Or boots، يا شوز يا بوتس، يعني ده هاف بوت، ممكن يبقى بوت كمان. يا هارد هات، هارد هات اهو. اللي هو الهارد هات، هارد هات اللي هي هيلمت. لونج تراوزرز اللي هي لونج تراوزرز اللي هي يعني اكمام طويله بقى، او يعني خلاص. An appropriate shirt or overall supplied at the imposed expense. ويبقى يا اما شورت قميص مخصوص، يا اما اوفرول سبلايد اند امبورت اكسبنس. الحقيقه يعني احنا في مشروعات، انا عشان في مشروعات كتير وكان وعندي حاجات كتير وحاجات من دي ياما يعني ايه اديناها يعني كده للناس يعني كده. الاوفرول ده من اجمل ما يكون، تدخل موقع قال هدومك لابس الاوفرول ده بقى، كل حاجه بقى كل حاجه يعني ماشيه معاك مظبوط. All other pre-requirements are task-related and must be identified during the risk assessment. بمعنى ايه؟ يعني ده كفر، فيس كفر. فيس كفر ده هو بشوف لابس نظاره جوه، نظاره ايه؟ اللي هي السيفتي جلاس. الفيس كفر ده بتاع ايه؟ ده هيلحم حاجه او هيقطع حاجه او الاخر. بس فيس كفر ليه؟ عشان اي حاجه تنط ما تجيش ايه ما تعورش. ده ايه ده بقى؟ ده لو هو انت ممكن تشتغل في مجال في اويل فيلد او في مجال معارض مثلا يبقى فيه غازات مضره او غازات سامه او الى اخره، يبقى دي فيها دي مواد كيميكلز بتعمل ايه؟ تاخد النفس ده يعني بتنقي الهواء اللي داخل. في غيرها في حاجات تانية احيانا كنا بنعملها برضه في الجاس بلانتس، انك تمسك تركب معاك اسطوانه. وزي ما بقول لكم برضه فوربيدن، ممنوع منعا باتا، يبقى موبايلك في جيبك. لو موبايلك في جيبك انت روحت رجعت الموقع تاني. سيفتي هارنس اند فول ارست اكويبمنت كنا بنتكلم عليها. السيفتي هارنس اللي هي ايه؟ ده التطوير بتاع الايه؟ بتاع حزام الامان. لازم ما يبقاش حزام، احنا قلنا الحزام تسبب في ان الظهر يجي عكس كده ويتكسر، فتبقى ايه؟ يبقى يعني الموت كان يبقى احسن يعني. And full arrest equipment اللي هي
كويت مثلا المهمات او الادوات او المعدات اللي ايه تقرست الفول، توقف الفول، تخلي الفول ما يحصلش. Well, work has to be done at heights and it's not possible to provide a working platform or where edge protection has been removed. Fall arrest equipment must be used to reduce the risk of person falling. لازم يبقى فيه، لو انت بتشتغل على ارتفاعات وما تقدرش انك تحط بلاتفورم بقى للوركينج في الاخر تنبش الشغل بشكل او باخر، يبقى لازم تسيب ايه؟ يبقى في ايدج بروتكشن، وايدج بروتكشن متشاله بتعمل فول ارست اكويبمنت، يعني معده او اله او جهاز يخلي ايه ما يخليكش تقع. خلاص؟ must be used to reduce the risk of person fall. وده بيعتمد برضه انت بتشتغل في ايه وازاي. Training in the use and maintenance of this equipment is essential. مهم جدا جدا يبقى في تريننج استخدام وصيانة الاكويبمنت دي. التايبس انكلود ده ايه؟ البلت اللي هو الباند اون ذيس بروجكت. خلاص البلت ده باند، خلاص ممنوع 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 بقى. هيلم 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 هارنس. الجنرال بيربوس سيفتي هارنس او هو ده بقى اللي اخد كلام. هارنس اند لانياردز مالتي مانفاكشرد تو European norms of which standards او ايه الانسيستنس اللي هي الامريكان. الهارنس الهارنس اللي احنا بنقول عليه الحزامه اللي هي بتاخد الظهر كله وجاي كده وبينزل ياخد ما بين الرجلين من تحت، يعني كانك لابس حاجه من رجليك وتطلعها كده بس ايه حزامه يعني. خلاص؟ ولها الايه اللانيارد بتاعها اللي هو حبل او كابل، يعني سواء كابل او حبل يعني بي ايه بيمتص الصدمات اور انتي ستاندرز. لبس ليبتوس سبايروزايس الفيروس ديزيز ده من اخطر الامور والحاجات اللي في الموقع. This is serious and sometimes fatal infection. واحيانا infection بتؤدي للوفاة. That is transmitted to humans by contact with urine from infected rats. يبقى الراتس دي عندها واحدة مرض. خلاص؟ اليورين بتاعها عشان كده ايه؟ منعوا ان اي حد يعمل يورين في السايت. يعني ما حدش بقى ياخد له كورنر كده بتاع هو عامل يورين ويقول لك ما انا مش لاقي حاجة. لا ده كلام مش صح يعني. فاليورين بتاع الراتس دي الراتس لو راتس عيان والدوس بتاعتها طبعا ده في اي حته بقى ده مش ممنوع، هتقدر تمنعه وتقول له ما تيورينش هنا. فيعني ايه؟ في منتهى الخطوره. ايه السيمبتومز بقى بتاعت المرض ده؟ The disease starts with a flu-like illness with a persistent and severe headache. اول حاجه ايه بيجي له زي نوع زي فلو يعني سخونيه زي المرض كده يعني زي ما يكون واخد وقت دور برد جامد قوي with a persistent and severe headache مع هدك مع صداع جامد. The bacteria can get into your body through cuts and scratches. البكتيريا لو انا مثلا لمست او حاجه من هذا الكلام اللي هي جاي من اليورين بتاع الراتس ولمست او جت على حته اتخربشت، ما احنا مش احنا هطول في الموقع مسماريه كده او عشان تتخربش، الخربشه دي ممكن ندخل بكتيريا ايه عن طريقها وايه scratches and through the lining of the mouth، يعني من يعني حاجه من عن طريق البق او الزور او العينين، يعني ايه اي حاجه من هذا الكلام. prevention بقى بنعمل ايه؟ wash your hands and four arms thoroughly with soap and water. يعني غسيل الايدين والذراع والفور ارمز thoroughly with soap ميه وصابون. Get first aid treatment for all wounds.
اعمل فيرست اي تريتمنت لاي تعويرات، حصل معاك اي تعويرات اي حاجه اعمل فيرست ايد بتاعها. وطبعا الالكول مهم جدا، وفي انواع بقى الانتحارات خلاص. Wash clothes and boots after my any contact with sewage. يعني هدومك والبوت بتاعك السيفتي بوت لازم يتغسل كويس قوي قوي اذا تم التعامل مع ميه مجاري او standing water or anything which might have been contaminated او اي ميه راكده او اي حاجه ممكن تكون معرضه للاير كونتامينشن للعدوى من المرض. بشكركم جدا جدا جدا، وبتمنى ان يكون هذا الكلام مفيد. وانا بقى الحقيقه انا يعني ايه ما بعتبروش يعني كلام هو مهم جدا صراحه يعني 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 لكن يعني ايه يعني في محاولاتي دايما ان انا يعني ايه يعني ما تبقاش كل اللقاءات فيها حاجات مش كونكريت قوي، حاجات مش ابليكابل قوي، فبحب ان يعني اروح داخلين على حته تحس بيها الناس كلها. انا بشكركم جدا، و اي سؤال او اي حاجه الساعه دلوقتي ايه ده؟ الساعه 10 وربع ما شاء الله. انا مش متوقع ان تاخد الوقت ده كله، بس انتوا بتفتحوا نفس الواحد بصراحه. شاكر جدا، و دايما نحط في دماغنا ان السيفتي دي مش ما هوش مصروف، ولا هو زي قلته، ولا هو منظره، ولا هو تحكم في الناس في الموقع، تحكم ملوش لازمه. لا، السيفتي والكواليتي انفستمنت اون سايت، خدوها من جده اللي سمحتوا لي ان انا اقول جده لابنائنا وابناء ابنائنا يعني، انما اخواتنا المهندسين الكبار صورهم جميله كده وبنشوفهم. السيفتي والكواليتي انفستمنت اون سايت، لان لو حصل حادث واحد في السايت، اذا كان مش لازم يكون فتل اكسيدنت، يعني سيفير اكسيدنت مثلا، جاب تربانه، جاب عمليه كبيره، جاب مش عارف مستشفى، جاب انتنسيف كير، جاب بيتصرف عليها قد اللي هيتصرف على كل شيفت بتاعت المشروع خمس ست مرات. الكواليتي لو احنا ما اهتمناش بالكواليتي هتلاقي الكوست اوف باد كواليتي، هتلاقيها بتعلي لك سعر التكلفه بتاع اي حاجه عندك مرتين وثلاث مرات عشان الكوست اللونج كورس عشان تصلح الحاجه. شكرا لكم جدا، وفي انتظار اي اسئله، وافتح اي اسئله يا باشمهندس محمود، وانا بشكركم جدا جدا الحقيقه. بالظبط 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 ما شاء الله بالظبط بالظبط الفورم صوت كنا بنتكلم كل ممتاز ممتاز. طيب ها ايه الاخبار؟ شمس احمد، شمس محمود، مهندسين و فتح المايك يا دكتور، لو في حد عنده اي سؤال ممكن يفتح المايك دلوقتي. المايك عادي خالص خالص. عنده سؤال على حاجه قبل كده ماشي، عنده استفسار ماشي، عنده نقد ماشي، يعني فيل فري فيل فري فيل فري. خلاص ها باشمهندس روماني بيسأل حضرتك، كاتب ريسك اسيسمنت. ايوه ايه السؤال باشمهندس روماني؟ عايز اعرف ريسك اسيسمنت اتعمل ازاي؟ ايوه باشمهندس روماني، طب ما نسمع صوتك. طيب يعني
ها او انا ريسك اسسمنت في السيفتي مش يعني موضوع مش ما هوش مش صعب قوي زي لان الكيسز بتاعته مش قد ريسك اسسمنت بتاع البروجكتس. جاست البروجكت تبقى يعني موضوع طويل، داخل في انفايرمنت وداخل في حكومه وداخل فيها ستيك هولدرز وداخل فيها حاجات كتيره جدا. انما ريسك اسسمنت بتاعت السيفتي موجوده وكل حاجه وبشكل علمي، واعتقد ممكن يكون عندي حاجه، انا ما اعرفش اذا كان عندي ولا لا، لان عندي تلال وعشان اطلعها واجيبها بريح نفسي بدور على السيرش او على الحاجه. انا عايز اقول لكم على حاجه برضو، خلي بالك من حاجه، موضوع مهم جدا فاكر عايز اقوله. اوعى حد نطلب منه سيفتي بلان او كواليتي بلان مشروع وهو ما عندوش خبره كافيه ويعمل داونلود. في كتير جدا كتير جدا يعمل داونلود يجيب سيفتي بلان او يجيب كواليتي بلان ويعمله ويوقعه ويروح مسلمه. ده من اخطر حاجات ممكن تعملها، لان لو قدمت سيفتي بلان وكواليتي بلان اوفر اللي انت هتعمله في الموقع، يعني انت بتعمل فيلا دور ارضي مثلا ولا دورين وقعدت حطيت بقى نزلت سيفتي بلان يعمل لك قصص طويله عريضه، يعني هتلاقي نفسك ملتزم، بتلزم نفسك بحاجات كتير قوي، والكواليتي نفس القصه. فالله المستعان. نخلي بالنا. باشمهندس روميني بيقول ايه الفرق ما بينها وما بين الهازارد بلان؟ بين الايه؟ بين الريسك بلان الريسك اسسمنت والهازارد بلان. ما الريسك اسسمنت ده ممكن يبقى بوزيتيف او نيجاتيف، انما الهازارد ده الخطوره اللي لازم هتحصل. هازارد يعني مشكله لازم هتحصل. لا يعني فاهم قصدي ازاي؟ مش ريسك. الريسك بيقبل ان هو يبقى انه يبقى كويس او وحش. انما الهازارد لا، هازارد ده مشكله. فاهم قصدي؟ يعني ممكن وانا بعمل ريسك مانجمنت مثلا هقول انا مثلا هعمل ريسك ان مثلا ان حديد التسليح بيجي في الصيف بيغلى. زمان كان في كويشنز كده ولغايه دلوقتي برضه بتحصل، لان في الصيف ما فيش شتاء، ما فيش نواد، ما فيش بتاع، فالحديد عليه طلب كبير فبيغلى. خلاص؟ جاء الحديد في الصيف ما غلاش. انما انا اصلا بعمل السعر بتاع الشغل بتاع فرصه الصيف او سعر في الفتره دي كنت حاطه بسعر عادي عشان الايه؟ عشان الريسك ده. فريسك تحول من نيجاتيف لبوزيتيف. يعني كلمه ريسك ما هياش، ما تعنيش نيجاتيف ايش؟ لا، ممكن تبقى بوزيتيف او نيجاتيف تتحول لبوزيتيف. ماشي الحال؟ انما الهازارد دي مشكله بقى. وبرضه شيك برضه، يعني برضه شوف، يعني انا مش يعني انا بقول مثلا انا بنشات مع بعض، بنتكلم مع بعض. ماشي يا باشمهندس روماني؟ طيب في سؤال بيقول يا دكتور، هو ليميت التكلفه لاي مشروع اللي اقدر اصرفها على السيفتي كام؟ او ايه هو؟ يعني مش فاهم يعني ايه؟ ايه هو الليمت دي تقريبا اللي هي حد التكلفه او مقدار التكلفه. يعني هو مثلا يتاخد برسنت من المشروع؟ لا، ده كلام مش مظبوط، كلام مش مظبوط. انت ممكن هو المشروع هو واحد منه بتعمله في نص البلد وواحد تاني بتعمله في الصحراء، هو هتلاقي ده غير ده. خلاص؟ فالسيفتي ما بيعتمدش على طبيعه لا، بيعتمد على حاجات كتير قوي. عندك اللوكيشن بتاعك، الارتفاعات، يعني هل انت لو انت بتعمل فيلات دور ارضي مثلا في الساحل الشمالي، يعني السيفتي اللي فيها تكاد تكون ما حاجه، لو عملت نص في المية يبقى انت صرفت. خلاص؟ ان لو جيت تعمل تاور هتلاقي نسبة السيفتي عالية جدا جدا، لأنك بتطلب حاجات جديدة وما جبناش سيرتها هنا النهارده. أنت بتعمل بقى حاجات وأنت طالع بقى، وكل دور بيتعمل له قصة، والسكيب فورم له قصة ثانية بيبقى هيتعمل عند كل دور، يعني قصص. يعني ما فيش حاجة اسمها نسبة من السيفتي. لا، يعني السيفتي أديله نسبة من المشروع. لا،
انت لو بتعمل مشروع مثلا صغير جدا في 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 في, في, في جاز بلانت اللي هي موقع غاز منتج، ده هتلاقي السيفتي مش عايز اقول يمكن تطلع اكتر من ثمن المشروع لو بتعمل حاجه صغيره، اوضه صغيره ولا حاجه عمل صغير. فلا دي ما فيهاش ايكويشنز الا اذا كان بس هنا حد تخصص في حته معينه، يعني طول عمره مثلا اشتغل في حته كده وعرفها وحفظها وعمل فيها، دي بتبقى اكسبيرينس له. فاهمين؟ فاهم قصدي؟ يعني لو انا تخصصت ان انا طول حياتي شغال مثلا في 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 في, في, في حاجه معينه وبشغل على طول السيفتي بتاعتي، ممكن انا يبتدي الاكسبيرينس بقى اللي هي النو هاو، انت فاهم ازاي؟ اللي هو يخليني ان انا اعمل اعلى من النسبه. انما في الدراسات العاديه لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. وبرضه شيك، برضه شيك واسال. انا ما بتحركش، احنا يهمنا ان احنا نوصل للصح او نوصل لما هو واقع، لما هو حادث. يعني حادث. هل تكلفه السيفتي بتضاف على التكاليف؟ طبعا طبعا، مش في التكاليف، في الدايركت كوست وفي الاندايركت كوست. فاكرين الاناليسيس بتاعت تحديد التكاليف؟ الدايركت كوست اللي هم الثلاث حاجات اللي هم المان باور والماتيريال والماشين عشان انتج، خلاص. الاندايركت كوست بقى بتبتدي بال 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 بطقم بقى الاداره بتاع الموقع، خلاص، وطقم الاداره بتاع المكتب، وجميع المصاريف، مصروفات بقى النقل اللي مش عارف ايه كان بيكون من الاول لاخر، تشمل السيفتي، تشمل لو في حاجه سبيشال في الكواليتي، تجارب او حاجه من هذا الكلام، خلاص. بس في بقى من كتر ما بتتعمل المشروعات بتتاخد نسبه وخلاص، خلاص. انما يعني الشغل الصح انك بتلاقي انت، وحتى انت بتلاقي في احيانا الاندايركت كوست بيبقى اكتر من الدايركت كوست. يعني ممكن تبقى عايز مثلا، يعني ده كلام ده حصل معايا زمان، يعني زمان قوي، من زمان، يعني زمان كتير. كان في شغل بنروح اسكندريه في جزيره كده قدام المعمور، جزيره، كنا عشان نروح نعمل مثلا نلزق سيراميك مثلا لحمام. السيراميك بكام ورمل بكام وزلط بكام وكده كله بكام، ماشي. القصه كلها مثلا 1000 جنيه عشان تجيب المركب بقى وتنقلهم وتوديهم، صرفت لك 2000 جنيه عشان القصه دي. فعشان كده بقول لك ايه، يعني القواعد الثابته والمحفوظه بتبقى لما بيبقى الشغل يعني متشابه. يعني انا بشتغل في حاجه واحده في مكان واحد في اريا واحده، خلاص. وفي نفس الوقت برضو انا اذكر كلمه برضو قديم، الكلام ده في اخر السبعينات اوائل الثمانينات، انا كان معايا شركات اجنبيه بتشتغل معايا، اعتقد كان من لوكسمبور، معاهم ريفرنسز الماني، كتب كبيره كده، دوتشلاند المانيا، فيها انتاج بتاع كل حاجه، كل مكنة لك قد ايه، الحفر قد ايه، تشكيل الحديد قد ايه، البياض قد ايه، الدهان قد ايه، يعني كتب يعني افيلبل. الكلام ده برضه احنا هنا برضه فيه ما شاء الله اشزتنا كتير، عاملين هذا الكلام من بدري، من زمان جدا. بس انا رايي الشخصي ان الكلام ده بيحتاج ان كل مكان بيشتغل بتعمل له، بيعمل داتا بيز بتاعته. ولو تفتكروا ممكن لما نتكلم عن البروجكت فيزز في الاخر بنقول ايه؟ بروجكت ايفالويشن بوست ايفالويشن، لا مش البوست، اللي هو في اخر مرحله في المشروع، يعني الكوميشن جاينج اوفر، وبعدين الكلوز اوت اند بوست ايفالويشن، اخر مرحله في المشروع. انا بقفل المشروع بقى وبسلم المستندات بتاعته وباخد الفلوس وبخلص الكريدت ليست كامل من اخره، وبقعد بقى الم كل الحاجات والكيسز والداتا كلها اللي هنقولها الاخيره، وهتبقى عندي كداتا بيز لاي شغل انا عايزه بعد كده. اما بيجي لي متر خرسانه في الحته الفلانيه زي ما قلنا اهو الى اخره، بتقيني بحطها في الاكويشن بتاعتي، بتبقى حاجات اللي هي الايه؟
يعني افتقد على التجارب والخبرة بتاعت اللي عمل هذا الكلام. واضحة يا باشمهندس روماني ولا؟ باشمهندس أحمد، باشمهندس أحمد أيوة يا دكتور، تمام كده خلاص ولا إيه؟ هو تمام كده يا دكتور، كده الأسئلة انتهت الحمد لله. طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. أيوة عندكم تليفونات وعندكم الإيميل وعندكم كل حاجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ربنا ينكحكم جميعا، وخلي بالكم من نفسكم لأن السوق بيتحرك، وبإذن الله تعالى نشوفكم كلكم يعني إيه مديرين مشاريع كبار، وتشكرونا بالخير إن شاء الله بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.